اهلا بيكم انا حرصت ان انتوا تشوفوا النوعيه دي من الفيديوهات رغم انها قاسيه جدا لان عنوانها هذا جنون ده جنون ده نوع من المينتاليتي ديس اوردرز اكيد يعني في خلل عقلي في الموضوع ان واحد يعرض حياته ما نقدرش اكيد ده مش هيعدي سليم يعني ان لم يفقد حياته هي اكيد هيجيله كسر في الفقرات العنقيه ممكن تشل لا قدر الله يعني يعني هو يتحمل ده, ده نوع من الانتحار ده جنان يعني ده جنان رسمي اللي احنا شايفينه ده وطبعا ده لازم يعاقب عقاب شديد جدا هو وصاحبه واللي صورهم والشله كلها اللي شركته في الحكايه دي جنان ده جنان يعني طبعا يعني لو حد جاي من ورا كمان وتفادى واتسبب في حادثه يعني كوارث يعني وعايز اقول لكم على كلام مخيف جدا جدا خاص بالعمود الفقري رئيس لشركه تنفيذيه، الكلام ده منسوب لحد مسؤول في, في, في شركه عملاقه. قال ايه؟ قال ان الدراجه لا تنقذ الكوكب. ده على كلامه. بل على العكس تؤدي الى مشاكل في الاقتصاد لان راكب الدراجه او ممارس الرياضه واخد بالك؟ لا الدراجه ولا اللي بيمشي على رجليه. اولا ما بيشتريش عربيه ولا بيشتري ولا بيقترض ثمنها. ما بيشتركش في التامين. ما بيشتريش بنزين، ما بيرسلش العربية للصيانة، ما بيستخدمش مواقف السيارات المدفوعة، ما بيعملش حوادث وبالتالي شركات التأمين ما بتشتغلش. قال كده مش ما بيصابش بالسمنة وبالتالي ما بيعملش عمليات. أشخاص الأصحاء هو على كلامه ليسوا ضروريين للاقتصاد. طبعا ده كلام ساخر جدا وخطير جدا وفي منتهى الخطورة. قال انه انه مطاعم الفاست فود بتشغل ناس كتير على كلامه طبعا ده كلام مخيف جدا لو يعني لو ثبت ان هو حقيقي فكلامي وادي في ستين ده هي لانه احنا الطب الحقيقي مع الصحه الاطباء يريدون ان طبعا هو قال جمله كمان او نسب إلي إلي, الي الي جمله ما اعرفش انا مش متصور ان في حد عاقل يقول الكلام ده بس نسب قال لك انه الاخطر من اللي بيركبوا دراجات بيركبوا عجل اللي بيمشي على رجليهم وبيجروا دول ما بيشتروش درجات اساسا <applause> فمش مفيدين للاقتصاد ودول اللي عندهم لياقه ما يجيلهمش ديسك واحنا حاسين كده مش عايزين احنا مش الدكاتره مش اللي هو ايه الناس كلها بقى يجي لها لا احنا عايزين الناس كلها تبقى اصحاء الناس كلها تبقى في صحه كويسه ممكن مع العمر يجي بايجن كونديشن حاجه مع السن لكن ما لقيت 40 سنه و30 سنه والناس اللي احنا شايفينهم دول. النهارده حوار مهم جدا 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 والحقيقه نوع معين من الحوارات العلميه انا بنتظرها لانه مع قيمه علميه قديره ومميزه للغايه، اولا اسلوب علمي راقي جدا في الشرح والتفصيل ودايما عنده الجديد ودايما بيحط ايده بقى على النقاط اللي مجهوله في الثقافه الخاصه بجراحات المخ والاعصاب. النهارده الجديد النهارده هنوضح لكم ونور لكم أجزاء مهمة جدا في الثقافة المرتبطة بعالم المشير جدا عالم المخ والأعصاب مع القيمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع علميا وأكاديميا وجراحيا الأستاذ الدكتور إيهاب محمد عيسى أستاذ جراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، الأستاذ بكلية طب قصر عيني جامعة القاهرة، عضو الكونجرس الأمريكي لجراحات المخ والأعصاب والعمود الفقري، جامعة كورنيل نيويورك الولايات المتحدة الأمريكية، جامعة كولومبيا بالولايات المتحدة الأمريكية، وجامعة أريزونا بالولايات المتحدة الأمريكية وهلسنكي الفنلندية، وصاحب تكريم من جامعة القاهرة عن البحث العلمي الدولي في جراحات العمود الفقري والمخ والأعصاب لعام 2010 وعام 2015 وعام 2017 القيمة الجراحية الكبيرة اهلا بك يا دكتور اهلا بك يا دكتور ايمن قبل ان ندخل الى سؤال الغضروف المرتجع كم حالة من الحالات اللي احنا شفناها دي في الحوادث دي بتجيلك دي حقيقة دي مأساة اه دي مأساة الفيديو اللي اتعرض ده مأساة ويمكن حضرتك قلت جملة جميلة جدا قلت احنا عايزين ناس اصحاء مفيش اي دكتور في الدنيا يتمنى انه يشوف في الحاله دي وهي جايه عنده في الطوارئ لان ما عندكش فكره بتبقى منظر الحالة هي احيانا بيبقى مش مجرد بس كسر في الفقرات بيبقى احيانا قطع في الحبل الشوكي كمان وبتبقى حتى العمليات لما يوصل قطع الحبل الشوكي ما لهاش اي لازمه خلاص انت بتعمل بس حاجه تثبيت فقرات لكن لو حصل قطع بتشوف شاب قدامك هيعيش عمره مشلول علشان لحظه زي دي بلا معنى بلا اي معنى يا ريتها مثلا اصابه عمل ولا في الرياضه مهمه كان اولمبيه وصاب غصب عنه ما كل حاجه بقدر صحيح لكن ده ده انتحار الاخطر ان واحد زي ده يتسبب في شلل بني ادم تاني ما عملش اي غلطه يخبطوا آه. او حاجه ده اه بالظبط اخطر يعني شيء. يكون يعني حد معدي موتوسيكل تاني بالظبط بما يرضي الله يروح خابط في ده بالزبط. لماذا اخترت سيادتك الغضروف الضيق المرتجع كموضوع قبل ان ندخل في الموضوع لان هو ده من اكثر المواضيع الدقيقه جدا في علم العمود الفقري والمخ والاعصاب ولكنك تعرف يا دكتور ايمن ان كميه كتب علميه كتيرة جدا في هذا التخصص عن الغضروف المرتجع كميه رسائل دكتوراه وماجستير كل يوم عن كلمه الغضروف والضيق المرتجع يمكن انا اتذكر مثلا اخر رسالتين ناقشتهم في الجامعه كانوا عن الغضروف المرتجع لان الموضوع مهم جدا الموضوع ده مش موضوع محتاج دقة في كل مرحلة من مراحله، بدءا من التشخيص لحد العلاج بتاعه، مش أي حد يقدر يتصدى ليه، ولازم الموضوع ما يتاخدش بطريقة بسيطة جدا، لازم لازم دقة ولازم خبرة معينة في هذا الموضوع، من من بداية التشخيص. مم. نبدأ بالتشخيص، ما هو التشخيص؟ ما هو التشخيص؟ مهم جدا في الغضروف المرتجع كلمة التشخيص، ليه أنا قلت الجملة دي؟ لأن في الغضروف المرتجع لازم الدكتور يركز على ثلاث حاجات. الاشعه والفحص الاكلينيكي ويعرف من الحاله كانت بتشتكي من ايه قبل العمليه اللي عملها زمان. طب ليه التلات حاجات دي؟ لان لازم التلاته يبقوا موجودين في عقل الدكتور مع خبرته قبل ما يقول ان الغضروف اللي باين في الاشعه دي اللي باين قدامه هو السبب في المشكله اللي بيعاني منها المريض. طب ليه؟ لان احيانا يا دكتور ايمن ممكن تسمع إن جميع الحالات اللي عملت تدخلات في العمود الفقري جراحيه أو تدخلات جراحيه محدوده بالميكروسكوب لما بتيجي تعمل لها أشعات ممكن تشوف في الإشعاعات حاجه لأن الغضروف زي ما أنت باين هنا قدامنا في الصوره هي عباره عن ماده ليفيه في الخارج وماده جيلاتينيه في الداخل لما بنيجي نعمل التدخل مثلا جراحي محدود بالميكروسكوب بندخل من الجزء الليفي اللي في اللي اتقطع وطلعت منه الماده الجيلاتينيه ونزيل الماده الجيلاتينيه اللي ضغطت على العصب او الجزء الفراجمنت اللي ضغطت على العصب اللي باينه في الصوره ولكن بنحافظ على جدار الغضروف علشان ده بيضيف في توازن العمود الفقري لما مثلا بيبقى في ضيق عند مخرج العصب بنشيل جزئيه العظام اللي ضغطت على هذا الضيق ولكن بنحافظ على مفاصل العمود الفقري وده عبقريه التدخل المحدود بالميكروسكوب لما بتيجي الحاله تعمل اشعات في كتير من الاوقات يبان ان في غضروف طلع من مكانه يبان ان مازال ضيق يبان التصاقات فيظن بعض الناس قليل الخبره بان في مشكله انا عايز اخلي الناس تاخد بالها من حاجه لان النهارده في الحلقه انا بتكلم على موضوع كبير فعايز الخص الموضوع ده دايما علشان هقول كلمه ملخص يبقى لازم كل جمله تتقال فيها تبقى مهمه ما ينفعش اسيب جمله منها لانها هتفقد المعنى انا بقول الاشاعات مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص مم. مش حد يقول لك ملهاش قيمة لا هي مهمة ولكن مش كل حاجة في التشخيص بمعنى احنا قلنا ان ممكن نعمل أشعة الحالة ويطلع فيها باين فيها غضروف أو ضيق ما أقدرش أحكم لحد كده لازم أضيف الفحص الإكلينيكي وأضيف الحالة كانت بتشتكي من إيه لأن أحيانا ممكن لما نضيف الفحص الإكلينيكي نلاحظ أن الألم اللي بيعاني منه الحالة هي ألم ملهاش علاقة بالعصب هي ألم لها علاقة بخشونة المفاصل الام ليها علاقه ببعض التهابات العصب، هنا مثلا باين عندنا في الصوره حاجه مهمه جدا اللي هو مفصل الحوض او الساكرو اليك جوينت اللي عليه السهم. ده من المفاصل اللي بتحصل فيها خشونه بصفه مستمره. وليه في حالات العمود الفقري؟ دايما مريض العمود الفقري بالذات في كبار السن لما بيبقى العصب مضغوط بيقعدوا في السرير فتره طويله مش قادرين يتحركوا من الالم. القعده والنومه الكتيره دي بتتسبب ان تحصل خشونه. خشونه في مفصل الحوض، خشونه في مفصل الركبه، وفي كمان مفصل الفخد ممكن تحصل فيه خشونه. أضف إلى ذلك ممكن ياخدوا أدوية معينة زي كورتيزون فترات طويلة تعمل زي هشاشة في العظام، فتضيف للخشونة اللي بتحصل. لما بيعمل التدخلات في العمود الفقري بتبدأ الآلام دي تتحسن ويبدأ يمشي. لما يبدأ يمشي ويرجع للحالته الطبيعية تبدأ آلام الخشونة في المفاصل دي تظهر. ودي حاجة بسيطة بنطمن الحالة ونبدأ العلاج بتاعها ونعرفه ان ان الحاجه اللي باينه في الاشعه ديت مش هي اللي عامله المشكله ولكن دي خشونه بسيطه في المفاصل سواء خشونه في مفصل الحوض حاجه عاديه، خشونه في مفصل الركبه حاجه عاديه ودي هتتعالج ومفيش مشاكل. لكن ده جروب من الناس او دي مجموعه من الناس اللي لقينا في الاشعه حاجه ولكن فحصنا اكلينيكيا لقينا الحاجه دي مش مسببه اي مشاكل وعنده الالم اللي بيعاني منه حاجات تانية وحاجات علاجها موجود ومفيش فيها اي مشاكل. في جروب تاني عندهم نفس المنظر في الاشعه. ضغط على الاعصاب او ضغط على الضفيره العصبيه ولما بنيجي نفحصه نلاقي الام شديده الام شديده الام عصب اللي يتقال عليها زي الام عرق الناس الام ماسكه رجله من فوق لتحت الام شديده واحيانا بعض الناس اللي بيعملوا عمليات ممكن تكون الالام دي اشد من قبل العمليه ومن اول يوم وبالفحص متطابقه تماما مع الام عصب هنا قدرنا نشخص هنا هنقدر بقى بعد كده نقدر نقول اه فعلا ده غضروف مرتجع او ضيق مرتجع محتاج تدخل يبقى هنا فرقنا بين حاجة باينة في الأشعة مش عاملة مشكلة ومش هيتعمل لها حاجة ولكن هنعالج حاجات تانية التهابات عضلات خشونة مفاصل وحاجة تانية ضغطة وهيتعمل لها مشكلة زي مثلا حاجة اللي باينة عندنا هنا في الأشعة حاجة كبيرة ضغطة وفحصنا العين إكلينيكيا اتضح إن عنده آلام ماشية مع آلام العصب العصب المضغوط يبقى التشخيص مهم مش اي واحد باينة عنده حاجه في الاشعه عيان عمل عمليه وراح بس انا بشوف في عيادتي حالات كتير عاملين عمليات عند الناس وراحوا عند دكاتره خوفوهم ممكن لما فحصوا ما الالام اللي بيعانوا منها ملهاش علاقه باللي باين في الاشعه وبنطمنهم وما فيش مشاكل مه. وناس تانية لا هي الام شديده مرتبطه بالحاجه اللي موجوده في الاشعه مه. احنا عندنا مستويات عديده في العمود الفقري تمام صح كده هل قواعد التشخيص اللي احنا قلناها دي تنطبق على جميع المستويات بتاعه العمود الفقري هو انا دايما بحب في النقطه دي افصل دايما لما وانا يمكن قلت قبل كده دايما انا عندي وجهه نظر في العمود الفقري بحب اتعامل ان الفقرات العنقيه والظهريه ده جزء والفقرات القطنيه جزء ثاني ما بحبش اطلاق عليها في المجمل عمود فقري طب ليه هو مش مزاج علشان الحبل الشوكي زي ما باين هنا في الاشعه الحبل الشوكي هو تلك الالياف العصبيه اللي بتحمل جميع الذبذبات العصبيه من المخ وبتنزل في الفقرات العنقيه والفقرات الظهريه وبتنتهي عند نهايه الفقره القطنيه الاولى. <applause> يبقى عند الفقره القطنيه الاولى ده نهايه الحبل الشوكي اللي بعد كده الضفيره العصبيه وجذور الاعصاب. فعلشان كده الحبل الشوكي ده حاجه ثمينه جدا وهو بيتحكم في حركه الجسم وفي حركه وفي الجهاز التنفسي وفي الجهاز البولي وفي الجهاز التناسلي. وهو حاجة دقيقة جدا حاجة سمكها مش كبير وماشية داخل العمود الفقري أي تأثر عليه أو أي ضغط عليه بيقضي لأعراض كبيرة جدا علشان كده الاهتمام بيه بيبقى مختلف فلو في حالات ظهر عندنا في الفقرات العنقية ضغط على الحبل الشوكي هنا قانون مختلف حتى في المرتجع يعني مثلا أنا في حالات مثلا بتبقى عاملة مثلا فقرات عنقية عندي أي دكتور مثلا لي العيان تعبان بعمل أشاعات لو لقيت ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقية خلاص هنا خلاص في ضغط على الحبل الشوكي زي الحالة اللي موجودة دي دي كانت عملت عند دكتور وعملت من الأمام تدخل شلغة ضريف متعددة والعيان بعد كده حالته اتدهورت لما عملنا اشعه الحبل الشوكي مضغوط خلاص هنا لازم يتعمل تدخل انما في الفقرات القطنيه قلنا لا لازم نكومباين مع لازم نفحص اكلينيكيا نشوف هل الحاجه اللي ضاغطه دي عامله مشكله ولا لا انما في الحبل الشوكي الموضوع مختلف مم. حبل شوكي مضغوط في الاشعات لازم في الفقرات العنقية. العنقية والعيان بدا اكلينيكيا يعاني لا لازم يتم رفع الضغط عن الحبل الشوكي سواء في الحالات اللي ما عملتش قبل كده او حاله عملت قبل كده مم. احنا ما زلنا تحت عنوان ومظله ما يسمى بالغضروف المرتجع. هل من ضمن الاسباب اللي كلمة غضروف مرتجع انه تجرى الجراحه وشفنا الحاله الاخيره اما في مكان غير مجهز لاجراء نوعيه دي من الجراحات والكلام ده نحط تحتيه خطوط او من خلال من لا يمتلكون خبره الكافيه لاجراء نوعيه دي من الجراحات؟ والله يا ديت انا شايف دكتور ايمن هي دي اهم محور في كلمه الغضروف المرتجع. اهم محور في اسباب تانيه علشان نكون صادقين يعني في سبب جين ممكن يكون واحد عنده عرضه ان يجيله غضروف وبالمناسبه ممكن يجيله في مكان تاني في جسمه غضروف تاني ممكن تبقى العمليه زي الفل وكل حاجه تمام حصل له غضروف مرتبه وده ما فيش حد اي لازم بيفيد ده حاجه بعد جيني ممكن السبب يكون ليه علاقه بالستايل اوف لايف بطريقه الحياه حد عمل والعمليه نجحت وكل حاجه لكن هو بيمارس الحياه بطريقه غلط بيشيل بطريقه غلط بيمارس حياته بطريقه غلط بالذات رفع الحاجات بطريقه خاطئه انه يحمل على العمود الفقري احنا عارفين لما بتيجي تحمل حاجه بتحمل دايما على مفصل الركبه وظهرك مستقيم لكن لما تحمل على ظهرك زي بتشيل حاجه زي بتشيل حاجه اللي بتحطها حتى في كولدير الميه تحمل على ظهرك تتنيه وتعتمد على مفاصل العمود الفقري هي مش هتبقى بالقوه بتاعت نفس رجليك فيضطر الغضروف هنا ممكن الضغط اللي يتعرض له كبير فهيخرج فكده معناها يحصل غضروف مرتجع سواء في المكان القديم او او مكان جديد وكده برضو العمليه ناجحه بس حصلت الحاجه دي نتيجه الممارسه الخاطئه مم. لكن السبب الرئيسي اللي بشوفه في معظم الحالات هو ان الجراحه الاولانيه بتكون معموله في مستشفى غير مجهزه ودايما غير مجهزه بتبقى مع دكتور قليل خبره لان يعني الدكتور اللي عنده خبره لازم بيختار المستشفى المحترمه اللي يشتغل فيها حتى يقدر يعبر عن الخبره بتاعته، هيقدر يدي العيان الفائده العلميه اللي هو مارسها على العمر كله بالاجهزه والتقنيات الحديثه اللي موجوده. دايما بشوف الحالات دي وبشوفها في عيادتي بصفه مستمره بعد ما العيان يكون خلاص استنزف الطرق. عمل عمليه وفشلت مع حد وبدا انه يعاني شفت في فتره اخيره كذا حاله ممكن منها يقعد عاجز فتره في حاله منها قعدت عاجزه مثلا سنه وحاله تانية سنه ونص ماشية على عكاز مش قادره تتحرك في كمان يعني دكتور قريب كان عندي دكتور يعني عمل عمليه وجاله سقوط جزء في مشط القدم بتاعه طبعا بتسال العملية اتعملت في مكان غير مجهز لان احنا اتفقنا ان التقنيات الحديثة وغرفة العمليات المجهزة اللي فيها جميع الاجهزة انا دايما بحب الصورة دي وبحبها دايما تبقى الناس تتيقن منها يعني غرفة عمليات فيها الميكروسكوب اللي على اعلى مستوى م. فيها جهاز الاشعة في غرفة العمليات اللي اصطلح على تسميته الملاح الجراحي اللي بيوريك وانت شغال انت شغال في انهي نقطة بالظبط فين في فريق مراقبة الأعصاب أنا اتكلمت عليه كتير فريق مراقبة الأعصاب زي ما حضرتك شايف هنا في الشاشة ده فريق تاني طبي ملحق بالعمليات بيحط إلكترود معينة في أماكن بجسمه ويراقب الأعصاب وانت شغال علشان يقول لك وانت شغال ان انت ماشي كويس ان هنا العصب اتشد عليه شوية لا ما تعمل كده كل الكلام اللي بيحصل ده بيزود نسب الأمان كل حاجة بتبقى محسوبة بدقة شايف ميكروسكوب يكبر الحاجة ويوضح الصورة تماماً شايف جهاز ملاح جراحي او جهاز الاشعه العادي اللي هو فلوروسكوب يورينا واحنا شغالين احنا داخلين فين بالظبط المستوى بالظبط واحنا بنحط الدعامه هي فين بالظبط جهاز مراقبه الاعصاب وفريق طبي يقول لك ان انت شغال هنا العصب اتشد عليه شويه هنا المفروض ترخي شويه فكل حاجه هنا محسوبه بدقه مع دكتور عنده خبره هو عارف هو داخل يعمل ايه عنده خبره في في استخدام الميكروسكوب وعنده خبره في التكوينات اللي هيشوفها تحت الميكروسكوب عنده خبره في التشريح، علم التشريح الميكروسكوبي، فاهم هيشوف ايه. الكلام ده لما يجتمع دي اسباب الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى بيسبب بيها النجاح. علشان كده يعني يعني انا يمكن بحب انشر الحاجات دي على الصفحه بتاعتي، كنت زمان ما بعملهاش. يعني تجارب بعض الناس بالذات في الظروف المرتجعه اللي عملت وبقت عندها معاناه فتره سنه او الكلام ده في مستشفيات غير مجهزه واطباء قليل خبره. يعني هم ما كانوش مصدقين الحمد لله لما دخلنا وعملناها في مكان مجهز لما كان ما بشتغلش الا في مكان مجهز واتعملت التقنيات الحديثه الحمد لله اتحسن تماما رجع لحياته الطبيعيه تخيل الناس بتبقى قاعده في معاناه فتره طويله والحل موجود والحل بسيط ابتديت اخلي الناس دي تنشر خبرتها على الصفحه وحتى الناس لو عايزين يتواصلوا معهم علشان يعرفوا ان دي مش رفاهيه التقنيات الحديثه لما نقول ميكروسكوب لما نقول مستشفى مجهز لما نقول فريق مراقبه الاعصاب دي مش رفاهيه دي دي الامان وهو ايه اهم في الجهاز العصبي من الامان الامان بين واحد بيعمل النهارده وبيخرج بكره يرجع لحياته الطبيعيه وواحد تاني ممكن يقعد في عجز فتره طويله شايف الفرق ما بينهم فرق مهم جدا السؤال اللي جاي دوت انا ما كنتش اعتقد ان انا هبقى متحمس لسؤاله الا في الفتره الاخيره اخر سنتين ثلاثه مثلا هنا التخصص المنوط به التعامل مع هذه النوعيه من الحالات السؤال ده ما كنتش من ثلاث سنين او من يخطر في بالي ان انا اساله لانه شيء بديهي يعني لما اقول اصابه اكيد جراح مخ والاعصاب لكن دلوقتي لازم اساله لان شايف في فوضى في التعامل مع العمود الفقري والحبل الشوكي من تخصصات ملهاش علاقه او المفروض ما تتدخلش في الموضوع ده. هو بص يا دكتور ايمن هو مش تحيز علشان انا جراح مخ وعمود فقري لكن فعلا هو يعني لو الانسان فكر فيها هو أهم تخصص ممكن يتعامل مع هذه المنطقة بالذات في الغضروف المرتجع هو هذا التخصص ده تخصص أنت بتتعامل على أعصاب بتتعامل على التصاقات بتتعامل على وضع دقيق جدا فأنت محتاج التخصص ده التخصص اللي اتعود يتعامل مع التكوينات الدقيقة اتعود يستخدم الميكروسكوب تاني حاجة جميع العلم العمود الفقري لما نيجي نخش على الأبحاث العلمية بنلاقي أكثر الأطباء اللي شاركوا فيها واكثر الاطباء اللي هم شاركوا في التقنيات الحديثه وفي الابحاث الجديده هم اطباء بالذات جراحين المخ والاعصاب والعمود الفقري. انا بقى عايز يعني اخرج من حته الشخصنه وانا بقى بقول ان انا علشان انا جراح مخ واعصاب لكن عايز انصح الناس. لما يجي يتعامل مع العمود الفقري سواء في الغضروف المرتجع او في الغضروف حتى الغير مرتجع لازم يكون دكتور بيتقن جميع حلول العمود الفقري. يعني ايه جميع حلول العمود الفقري يعني في في بعض الحالات بتحتاج علاج دوائي فقط لا في حالات بتحتاج علاج تداخلي غير جراحي زي مثلا تردد حراري زي حقن في مراحل مبكره ضيق بسيط غضروف بسيط واخذ العلاج وما تحسنش واحنا مش مقتنعين انه يحتاج اي تدخل فممكن يجي دور التردد الحراري دور الحقن على جذور الاعصاب حاجه في مفصل الحوض يتعمل النقطه دي الحاجه الثالثه التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب في الحالات اللي هي لم تستجيب للعلاج الدوائي او حصل ضعف سواء ضعف جزئي زي مشط القدم او ضعف كلي زي الحبل الشوكي او الحالات اللي في هناك مشكله في اتزان العمود الفقري فاحنا بنضيف اليها الدعامات او في حالات تانية اللي هي الجراحه الكامله انا بتكلم ان جراح يكون بيتقن زي ما انت شايف هنا عندنا في الفيديو ده التدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب يعني في الفقرات القطنيه يعني بتدخل من فتحه صغيره وبتستخدم الميكروسكوب علشان تقوم وبتستخدم يعني هنا بين جهاز الحفار علشان تشيل الزايده العظميه زايده عظميه بسيطه علشان توصل للغضروف وتم استئصال الميكروسكوب بيتيح لك انك انت تشتغل من الفتحه الصغيره بيتيح لك ان انت تشوف العصب بوضوح شايف العصب بوضوح ازاي وانت بعدت العصب يعني حميت العصب ودخلت على الغضروف شلته بكل سلاسه والصوره عندك كانت واضحه تماما ومكبره الدكتور اللي منوط بيه العمود الفقري يكون بيتقن كل هذه الطرق مش هيستخدم طريقه واحده بس هو هيستخدم الطريقه المناسبه للمرض مش اللي نفسه فيها او اللي او للحاله اللي نفسها فيها لا هو يستخدم المحور او الطريقه المناسبه لهذا المرض لكن لو رحنا عند طبيب مع احترام الشديد للجميع لا يتقن الا الا طريقه واحده للعلاج يعني هو مثلا مش جراح اصلا فهو بيتقن بس انه يكتب علاج فممكن يبقى بنشوف حالات احيانا في ضغط على الحبل الشوكي وسايبها معاه والعيان بيضعف 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 لحد ما ممكن يوصل لمرحله شلل وقاعد ياخد ادويه وهي ما اي لازمه مش مكانها دلوقتي او دكتور تاني هو ما بيعالجش الا علاج الم يعني حقن او تردد حراري وفي حالات حالات غضروف كبير ضغط على العصب حالات غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي ما ينفعش فيها هذا المحور طب فرضنا ان الحاله اصرت او الدكتور عايز يتكسب او اي حاجه او سبب ما وعمل لها الحاجه دي احنا شفنا مشاكل كبيره جدا يعني شوف لما تروح عند دكتور علشان تتعالج ويحصل لك مشكله بسبب اختيار الطريقه اللي مش مناسبه انا شفت ناس كان عندهم غضروف كبير ضغط على الحبل الشوكي وبدا يحصل لهم ضعف بسيط لسه في اولى المراحل راحوا الدكتور وما ليه بدا الناس تعمل الكلام ده عملت حقن في الفقرات العنقيه على غضروف ضغط على الحبل الشوكي انا مش بقول الحقن والتردد الحراري غلط لكن بقول في المرحله المبكره مرحله ضغط على الحبل الشوكي وبدات اعراض الحبل الشوكي لما تحقن هنا خطر العينين دول حالتهم اتدهورت تدهورت وصلوا الى اقتربوا من مرحله الشلل الكامل عايز اقول لك كذا حاله شفناها بهذا المنظر يبقى معنى كده انك انت لما لازم اختيار الطريقه المناسبه وهي بالمناسبه مش حسب الرغبه هي حسب درجه المرض هنا بقى مش مساله برضو سماع المريض لشيء معين عجبه شكله او شافه في احد البرامج يقول له يفصلوا على حالته هو هي كل حاجه من اللي احنا قلناهم وذكر اسمهم لها قيمه بس قيمه لمين؟ قيمه للي يناسبها آه. اتمنى ان النقطه دي تتبروز تتبروز بجد لان انا ابتديت اشوف مشاكل منها بالذات ان بدا يتم استخدام محور الحقن والتردد الحراري والحاجات دي في حالات ما ينفعش فيها والناس مش مدركه ان هو لو استخدم في الحالات دي هيؤدي لتدهور الحاله مم. في نقطه تانية كمان عايز اقول عليها دكتور ايمن بمناسبه انت بتسال مين المنوط بيه في الغضاريف المرتجعه مش بس على فكره جراح المخ والاعصاب مش اي جراح مخ واعصاب لازم يكون عنده خبره كافيه في جراحين مخ واعصاب عندهم القدره يعملهم من الحاله اللي هي في الاول ممكن يعملها لكن غضروف المرتجع محتاج خبره اكبر ومهاره اكبر فمش أي حد برضه حتى في تخصص جراحة المخ والأعصاب، لازم حد عنده خبرة لأن دي حاجة دقيقة جدا، أنت بتتكلم على تشريح خلاص اختلف، في حد غيرك دخل عمل عملية فأنت المنظر مش التشريح المعتاد، فمحتاج دقة متناهية استخدام الميكروسكوب هنا مش هزار، ده أمان، مفيش فيه أي نوع من أنواع الرفاهية، ده لازم يتم استخدامه. الخلايا العصبية دي خلايا ثمينة جدا ولا تجدد. يعني يعني الخلايا دي هي أثمن ما أعطى ربنا سبحانه وتعالى للبني آدم. الحبل الشوكي ده هو اللي بيمشي بيه وبيمارس حياته لو حصل فيه دم حصل فيه تأثر يعني خلايا ماتت مش هترجع تاني <applause> فمعناها إن اختيار الطبيب اللي هيقوم بالحاجة دي لازم يبقى من البدايه صح 100% لان في حالات لو اتعمل فيها اخطاء ممكن حتى لو جبت الطبيب الممتاز واحسن واحد ممكن ما يقدرش يصلحها يعني انا اتكلمت عن حاجات اتحسنت معايا كانت اتعملت مع ناس تانية ده من حسن الحظ ما كانش حصل ان العصب اتقطع او حاجه لان حتى لو جبت احسن مكان في العالم واحسن دكتور والعصب كانت اتقطع والحبل الشوكي طب خلاص ما عادش في حاجه تعمل علشان كده مهم جدا من البدايه اختيار الدكتور اللي عنده خبره والمستشفى المجهزه دي فوق دي لازم الحالة تركز جدا في النقطتين دول قبل إجراء التدخلات الطبية لأن بالذات أن بتفرق فرق شاسع لما بتتعامل مع حد عنده خبرة ومستشفى مجهزة النتائج بتبقى ممتازة بفضل الله بتوصل حاجة وتسعين في المية وبيخرج تاني يوم وكأنه ما عملش حاجة بيرجع لحياته الطبيعية هنيجي بقى لأهم سؤال وأهم منطقة حوارية في النهاردة مش في الكلام العلمي لا أهم منطقة لأن هي دي المنطقة الأكثر يعني تأثيرا في الإعلام والأكثر المفروض يعني رسالتنا في الاخر في الحوار دي اهم رساله هتتقال في الفتره اللي جايه. ايه العلامات والاعراض الخطره اللي نقدر نقول عليها الريد فلاكس التي تجعل المريض يفهم وايضا عائلته تفهم انه الامور تسير في اتجاه القرار الجراحي بانواعه، انه احنا محتاجين جراحة بأنواعها سواء ميكروسكوبية أو جراحة منظار أو إحدى الجراحة أنا هلخص الإجابة لا أنا مش عايزين نلخصها براحتك خالص الحتة دي أنا عايز, عايز, حقها. عايز أديها ملخص الأول يوصل للناس لأن أنا عايز في جملتين في جملتين يبقى الناس حطهم في بالهم اللي عندهم مشاكل في العمود الفقري لو في ضعف سواء ضعف جزئي أو كلي مع وجود ضغط على الاعصاب او الحبل الشوكي في الاشعات اعرف ان انت محتاج تدخل. هقول تاني وارجع اشرح. لو في ضعف جزئي او كلي مع وجود ضغط في الاشعات اعرف بدون ما تنزل من البيت انت محتاج تدخل. محتاج جراحه. مفيش حل تاني م. لازم الضغط ده يشال من على الحبل الشوكي او من على الاعصاب. يعني ايه ضعف جزئي او ضعف كلي؟ انا حقيقة يعني في فيديوهات مهمة او صور مهمة عايز اعرضها الضعف الجزء ده بيحصل في الفقرات القطنية اللي هو سقوط مشط القدم زي ما باين عند حضرتك م. سقوط مشط القدم يعني البني ادم الطبيعي بيقدر يرفع مشط رجليه لفوق ولتحت ويقدر يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجلي م. لما بيبدا يحصل ضعف في المراحل الاولى ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وعلى كعب رجلي مشط رجله مش قادر يحمل عليه هنا في الحالة دي أنت حضرتك طلبت من الست إنها ترفع المشتين مش قادرة يرفعها رفعت الناحية الشمال مش قادرة ترفع الناحية اليمين. اليمين وده على فكرة دي مرحل... مرحلة متقدمة ده حصل آه. سقوط تام آه. في مرحلة تانية بتعرف ترفعه لكن مش جامد أو في المراحل المبكرة ما يقدرش يمشي على طراطيف صوابعه وكعوب اه ما يقدرش يحمل عليهم لأن درجات القوة هي خمس درجات الدرجة دي خلاص وصل للدرجة خلاص انعدمت القوة تماما. آه. لكن علشان نقيم قوة قوة عصب في خمس درجات. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة بالظبط آه. هو لما يبدأ انه يحصل ضعف مش قادر يمشي على مشط رجليه وعلى كوب رجليه. أو يقول لك لو أنا لابس الشبشب ممكن يتخلع من رجلي. ده ريد فلاج في, في حالات الفقرات القطنية. آه. في غضروف أو ضيق ضغط على العصب ولازم يتم رفعه. آه. طب يعني إيه؟ ضعف كلي. الضعف كل ده اللي هو اعراض الحبل الشوكي مم. يعني ايه اعراض الحبل الشوكي انا عايز الناس تبص على المشيه دي وتدقق فيها جدا ده واحد ماشي بصعوبه عنده ثقل في رجليه عنده عدم اتزان في المشي رجليه متكتفه لسه النهارده كان عندي حاله فيها لي تعبير حس ان انا ماشي زي الانسان الالي شايف المشيه بتاعته صعبه ازاي كان كانه مضروفي ده ولا ده الضغط على الحبل الشوكي الحبل الشوكي مضغوط في الفقرات العنقيه او الفقرات الظهرية واخد بال لو في الفقرات العنقية بيصاحبه تنميل وايه وضعف في ايديه ايديه ما عادش يمسك بها الحاجه زي الاول او لو في الفقرات الظهريه يبقى بس الاعراض في رجليه فقط صعوبه في المشي والجهاز البولي يتاثر والجهاز التناسلي برضو يتاثر في نقطه مهمه جدا جدا في الحبل الشوكي عايز اتكلم عليها لان بيقابلني التساؤل ده كتير جدا يعني واحد زي اللي ماشي المشيه دي ممكن لما تروح لما يجي لي العياده واكشف اقول له احنا محتاجين نعمل على الفقرات العنقيه اشعه يقول لي يا دكتور انا ما بشتكيش من وجع في رقبتي ودي حقيقه. ممكن حد يبقى عنده ضغط على الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه وما فيش الم. في حالات اه بيبقى فيها الم بس في حالات ممكن ما يبقاش فيها الم وما يبقاش في الم في دراعاته ودايما التركيز في الفقرات القطنيه تحت ويروح عند دكاتره اولا بيتاخر في التشخيص بتاعه. ممكن يروح عند اطباء باطنه او اطباء عاديين يقولوا له انت عندك ضعف محتاج تاخد فيتامين، ممكن حد يقول له عندك خشونه في خشونه في المفاصل ويتاخر، واحيانا بيروح عند أخصائي مخ واعصاب لكن قليل الخبره يعمل له اشعه قطنيه، يقول له انت عندك غضروف تحت هو اللي عامل لك المشكله. المشيه دي والرجل بتاع رجلك وانت ماشي، رجلك تقيله كانك ماشي في رمل، مم. في عدم اتزان، ده الحبل الشوكي في الفقرات العنقيه او الظهريه ولازم يتعمل عليها أشعة ومش مهم يبقى في الم في, في الرقبه، مم. ودي حاجه مهمه جدا، لان احنا قلنا ان الخلايا العصبيه ثمينه جدا. كل ما اتعملت في مرحلة مبكرة كل ما النتائج كانت ممتازة. <applause> لما يتع... لو في عيان عنده غضروف كبير أو ضيق شديد ضغط على الحبل الشوكي مهما كان والحالة لسه في الأول وما بدأش يحصل الضعف الشديد ولا تأثر في الجهاز العصبي الحالة دي بتتعمل بكرة إن شاء الله بيتحسن وبيرجع لحياته الطبيعية. <applause> طب فرضنا إنه ساب نفسه وبدأ يحصل الضعف وبدأ يحصل كدمات على الحبل الشوكي بيتعمل علشان نحافظ على الأجزاء السليمة. واخد <applause> بال حضرتك وبياخد وقت على بال ما يرجع. انما اللي بيتعمل في مرحله مبكره عشان كده احيانا الفقرات العنقيه لما بتتعمل بالذات بالتدخل الجراحي المحدود بالميكروسكوب من الامام ثاني يوم بقول له ارجع لحياتك الطبيعيه تماما م -م. لو شفنا الحاله ثاني هنلاحظ حاجه لو شفنا الفيديو ثاني هنلاحظ انه مش بس الضعف في الرجلين لو انتوا عندكم الخبره كافيه الضعف كمان في الايدين بالظبط برافو يعني عليك اه يعني برافو عليك, برغب آه عليك. آه آه عليك. آه آه لا يعني انا ايدي ممكن مش آه عارف يمسك ما احنا قلنا الفقرات العنقيه العنقية ده كوادري ده كوادري, كوادري باريسس كوادري اه لانه الايدين فيها كمان هايبوتونيا يعني باين جدا بعض السيدات تقول لك تعبير جميل جدا تقول لك حتى الحجاب بتاعي ما بعرفش اعمله زي زمان أه. ما بعرفش اللي بيكتب ما يعرفش يمسك الحاجه بايديه زي زمان أه. لان بدات بتبدا بان الفاين موفمنت تبدا ما يقدرش يعملها آه. وبعد كده ما يقدرش يضغط ما يقدرش يمسك لكن المشهد دي مميزه اتمنى ان هي توصل بوضوح نورت وشرفت وأبدعت كالعادة ربنا يخليك يا دكتور عيني. ضيف العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم اللامع في عالم جراحة المخ والأعصاب اللي أمتعنا النهارده بحوار علمي راقي جدا موسوعي في كل النقاط المهمة على المستوى للمرضى طلبة الطب لازم يستفيدوا دكاترة متخصصين في جراحات المخ والأعصاب الجونيورز هيستفيدوا جدا حتى الزملاء هيراجعوا معلومات مهمة جدا محدش النهاردة هيخرج خير استفادة من لقاء الطيف العزيز القيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور إيهاب محمد عيسى أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بكليه الطب العصر جامعة القاهرة عضو كونجرس الأمريكي لجراحة المخ والأعصاب جامعة كورنيل بالولايات المتحدة الأمريكية وجامعة كولومبيا وجامعة أريزونا وجامعة هلسنكي الفنلندية وصاحب تكريم من جامعة القاهرة على البحث العلمي الدولي في جراحات المخ والأعصاب لعامي 2010 و15 و17 نورت يا فندم الدكتور شرف لي يا دكتور خليكوا دايما مع دكتور أكبر وأخطر المشكلات في حياتنا هي المسكوت عنها أو اللي بنتعايش معاها رغم ما تسببه من أذى نفسي أو تدمير تدريجي لحياتنا الاجتماعية زمان كان التجميل يعتبر رفاهية قاصرة على طبقات اجتماعية محددة وتجميل المناطق الحساسة والحميمية في جسم المرأة كان لوقت قريب من المسائل الشائكة اللي بتتردد كتير من السيدات في مواجهتها بسبب الخجل أو لأسباب نفسية أو لموروثات ثقافية أو لاعتقاد البعض إنه لا يوجد حل للمشكلة، لكن مع الوقت ومع زيادة الوعي وتطور التقنيات العلمية اتكسرت الحواجز دي ولا زالت تنسحب لصالح استقرار الصحة النفسية وتعزيز المظهر وزيادة الثقة بالنفس من أجل حياة خالية من التشوهات أهلا بكم في عوامل كتيرة قاسية جدا على المرأة حمل والولادة المتكررة دي قسوتها على المرأة أكبر مما تتخيلوا ما معنى قصة على المرأة؟ بتحدث تغيرات في الفسيولوجية وتشريح المرأة بتكون سيئة للغاية بتكون قاسية متغيرات كبيرة المتغيرات دي قد تشمل أشياء كثيرة منها مثلا أن المرأة لا تصل إلى النشوة الكاملة في العلاقة الزوجية منها أن المرأة تعاني من تغيرات تشريحية تجعلها يعني يحدث لها نوع من الشك من الصدمة النفسية وربما من العزوف عن العلاقة الزوجية والبعد عنها تحدث شرخ في العلاقة الزوجية بلا شك هذه المتغيرات أنه أكيد بعد الولادة والحمل تاثر الجسم بالمتغيرات الهرمونيه بيحصل تغيرات في المهبل، تغيرات في الجزء الخارجي من المهبل وهنا ظهر فرع مهم جدا في الطب هو انا بعتقد انه مش جديد هو قديم بس الفتره الاخيره نظرا لوجود تكنولوجيا كبيره محيطه به وتقدم تكنولوجي كبير جدا افاده هذا البرانش ظهر بشكل كبير جدا في الفترة الأخيرة وأصبح له نجومية كبيرة جدا وهو التجميل النسائي التجميل النسائي برانش في الطب مهم للغاية له متخصصينه وفي المنطقة العربية إحنا يعتبر رواد هذا المجال إحنا ال... أدخلناه المنطقة العربية إحنا المصريين يعني والنهاردة هنتكلم في التجميل النسائي بالتفصيل عشان نفهمه ونفهم اسئله كتير اولها مثلا هل هو تجميل شكلي ولا تجميل وظيفي لان انا برضو عمال اتكلم على الشكل وكل الناس بتفكر في الشكل لكن في مضمون مهم جدا اسمه الوظيفه الوظيفه دي هي ايه هنفهمها النهارده النهارده معانا اسم قدير واسم بارز في هذا المجال واحد من النجوم هذا المجال والحقيقه سعيد جدا بقبول دعوتنا النهارده وهتسمعوا كلام علمي من ارقى ما يكون النهارده من ضيف العزيز النهارده الاستاذ الدكتور شادي طارق اخصائي امراض النساء والتوليد من كليه الطب جامعه عين شمس ماجستير التوليد وامراض من امراض وامراض النساء بجامعه عين شمس وصاحب الدبلومه الامريكيه للتجميل النسائي الوظيفي ضيف العزيز اهلا بيك دكتور شادي اهلا وسهلا بحضرتك منور اهلا ربنا يخليك هو سؤالي الاولاني هل هو تجميل شكلي ام تجميل وظيفي هو طبعا اكيد الوظيفي مهم هو. تمام بص حضرتك هو انا بيضايقني جدا قصه ان حد يتكلم معايا على اني بتكلم على الشكل فقط الشكل فقط من زمان قوي واحنا بنشتغل فيه في تغيرات طفيفة حصلت مؤخرا في في الحاجات اللي ممكن نستخدمها عشان نغير او نحسن في الشكل ولكن من قديم الازل واحنا بنعمل عمليات بتحسن من الشكل الخارجي للجهاز التناسلي. الجديد اللي موجود دلوقتي ان احنا بنتكلم على الوظيفه هو الشكل او الاناتومي او التشريح بتاع الجهاز التناسلي ممكن ياثر على الوظيفه فعلشان كده لازم نقول ان في تجميل نسائي وظيفي مش مجرد تجميل شكلي لانه بيعالج اشياء كتيره جدا الستات بتعاني منها وبيفضلوا في صمت اغلب فترات حياتهم وبيبقوا متضايقين جدا بس مش قادرين يتكلموا او مش عارفين ان في حلول لده وفي الاخر بعد وجود التجميل النسائي حاليا ابتدت فيه بعض الناس يبقى عندها بعض الوعي وابتدوا يلجاوا للدكاتره عشان يتكلموا في هذا البرانش او الفرع او يشتكوا من الحاجات اللي هي اتكسفوا طول عمرهم ان هم يتكلموا فيها مهم. مين اللي تلجا الى التجميل النسائي الوظيفي؟ بص هو احنا الست بتعدي بمراحل تغيرات كتيره جدا في حياتها من اول البلوغ لغايه انقطاع الطمث. بيحصل تغيرات هرمونيه كتير جدا والتغيرات الهرمونيه دي مشكلتها ان هي الست ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل هي بتبقى زي البنت اول ما يبتدي مرحله البلوغ ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل وبرده في النهايه ما بتبقاش فاهمه ايه اللي بيحصل التغيرات الهرمونيه دي بتؤثر على الست كامله من اول النفسيه والامراض العصر زي الضغط والسكر اللي هي كانت محميه بهرمون الاستروجين من اول ما بيبتدي تبلغ لغايه لما بينقطع الطمث وبعدين في المشاكل التانية اللي هي بنسميها اللوكل او اللي هي الموضعيه اللي ليها دعوه بالجهاز التناسلي علشان اللي هو يعني بيبقى مسؤول الاول على حكايه الحمل والولاده والكلام ده وغير كده في العلاقه الزوجيه والجماع ده مهم جدا في في البرانش بتاعنا لان اغلب الستات بتيجي تشتكي من المشكله في الحته دي ده يخليني اقول برضو انه في اساليب او ادوات تستخدم للتجميل اكيد طبعا احنا طول الوقت احنا بنتكلم في الشق الجراحي م. وكل الناس بتتكلم على ال م. يعني يعني من من التخصص بتاعنا ازاي نعمل عمليات علشان نعالج الموضوع ده م. هو في حالات بتحتاج عمليات وفي حاجات ما بتحتاجش ما بتحتاجش عمليات م. طيب ايه اللي بيحتاج عمليات يعني مثلا في حاجه اسمها السقوط المهبلي مثلا في امامي وفي امامي وخلفي وفي خلفي بس ده بيحتاج جراحه الاتساع المهبلي اللي بيحصل نتيجه للولادات الكتير ونتيجه لتقدم العمر وبنسمي الانسجه بتبتدي تترهل والافكت اوف استروجين او المفعول بتاع هرمون الانوثه بيبتدي يقل علشان الهرمون الانوثه قل فبنبتدي نلاقي ان الست بتعاني من اشياء ليها دعوه زي السقوط المهبلي والسقوط الرحمي والكلام ده كله. السقوط يعني معناها يا جماعه انه المستوى بتاع المهبل ينزل لتحت بالظبط كده آه. تمام هو بيبقى سبورتد من الامام ومن الخلف وبعد ما بيحصل بعض التغيرات في الانسجه بيبتدي يهبط او يقع آه. وده بيؤدي الى مثلا ان الست بتعاني من السلس البولي تمام من نوع معين اسمه ستريس انكونتيننس يعني مم. وفي المينوبوز او اللي هو بعد انقطاع الطمث في نوع تاني موجود بس ده مش تخصصنا احنا ده تخصص المسالك البوليه اللي هو حاجه اسمها ديتروزر اوفر اكتيفيتي اللي هو بتبقى مشكله في في العضله نفسها بتاعه المثانه مم. دي بتت... مش احنا اللي يعني احنا بنعالج جزء منها بس احيانا كتير قوي بنعمل ريفير لزملائنا بتوع جراحة المسالك البوليه يعني ففي حاجه كتير قوي بتتغير الست ممكن تعاني من نزيف مهبلي مثلا، الست ممكن تعاني من التهابات مهبليه متكرره، مم. الم اثناء الجماع، يعني في حاجات كتير قوي ممكن الست بتشتكي منها ما بتبقاش فاهمه هي ايه. ده يخلينا نقول ان في طرق جراحيه وطرق غير جراحيه. مظبوط طب نتكلم على الطريقين دول. تمام الطرق الجراحيه احنا اتكلمنا عليهم زي الاصلاح المهبلي، زي التضييق المهبلي، زي تهذيب الشفرات اللي هي الداخليه اللي هي بتبقى فيها مشكله لو كانت كبيره شويه ممكن تعمل احتكاك. بالملابس الداخليه فبتعمل التهابات مهبليه متكرره واحمرار وحكه وحاجه بتضايق جدا الست في حاجه تانية مثلا زي الـ 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 المشاكل اللي هي موجوده في البظر منطقة البظر هي تعادل في, في, الذكر اللي هو العضو الذكري تمام بس هو بيبقى ما بينموش بنفس الحجم وبيبقى صغير جدا وبيحصل يعني بيبقى فيه زي الجلد الزيادة اللي هو بيتعمل عند الذكور اللي هو الطهارة مثلا مم. فالجلد ده وقت بيبقى زيادة قوي مما يعيق الإحساس من منطقة البظر فده برضو اوقات ان احنا بنعمله جراحيا في حاجات بقى غير جراحيه بنستخدمها زي مثلا حقن البي ار بي او اللي هي البليتلت بلازما اللي هي البلازما اللي هو الشق من من الدم الغني بالصفائح الدمويه وفي حقن تاني اللي حاجة اسمها الهايلورونيك اسيد مثلا وده معروف جدا الكلام اللي احنا بنسمعه ده او اللي انا بقوله ده مش جديد على ودان الستات لان ده بيستخدموه في الحقن في الوش في التجميل اللي هو الفيلر اللي هو الفيلرز بالظبط كده البي ار بي مش فيلر البي ار بي بنستخدمه للفانكشن او الوظيفه بتاعته اللي بيعملها في الانسجه عشان هو بيبقى فيه جروث فاكتورز او عوامل نمو وبيبقى فيه حاجه اسمها سايتوكاينز دي بتساعد على إعادة بناء الخلايا والأنسجة وبتساعد كمان على الريجيفينيشن أو اللي هي إعادة النضارة المنطقة <applause> الهيلورونيك أسد هو اللي بنتكلم عليه كفيلر <applause> بس الهيلورونيك أسد ده فيري وايد رينج يعني فيه فيه يعني في في يعني أوبشنز كتيرة أوي زي مثلا ممكن يبقى كريمز تبقى كريمز سواء كانت على الجلد أو مهبلية في زي الحقن إن إحنا بنحقن هيلورونيك أسد وفي حاجات تانية يعني بنستخدمها برضه في الهيلورونيك أسد او ممكن نقسمها لحاجة يعني اكوردنج للكروس لينكج او اللي هو بنسميه التداخل او الترابط اللي بين الجزيئات بتاعت الهيلورونيك أسد بتتراوح ما بين ان هو الفيلر بيتقال عليه هيدروفيلر اللي هو بيبقى مائي ما بيعملش فوليوم او ما بيعملش كتلة او بيكبر المنطقة ده بس عشان وظيفته في في اللوبريكيشن او التليين في المنطقه دي او زياده الهايدريشن او اللي هي الترطيب <applause> <applause> تمام؟ في التاني بقى اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو الفيلر اللي هو فوليوم بيعمل فوليوم او بيعمل يعني يعني كتله او بيكبر المنطقه ده بالكروس لينكج بيبقى اعلى بيبقى انشف بيبقى بيعمل فوليوم في المكان لو الست محتاجه لشكل وكمان بيبقى معاها الايفكت اسيد اللي هو بتاع اللوبريكيشن او اللي هو الترتيب يعني والتليين بتاع المنطقه <applause> هي طيب في مشكله كبيره عند الستات او بعض الستات اللي تعرضوا للختان تمام ده ده, ده جزء مهم جدا جدا <applause> يعني لان احنا بنشوف بنات بتعاني من هذا هذه المشكله بشكل قوي جدا بيبقى في الشكل والاحساس يعني احنا كده جينا لصلب التخصص التجميل الوظيفي فهو الاتنين بيبقى جدا او بتبقى محتاجه يعني شغل كتير قوي علشان نحاول نوصل السيده اللي كانت ضحيه للختان ان احنا للاقرب للطبيعي لأنه هو للاسف الشديد ما بنوصلش للطبيعي قوي ولكن في مشكله كبيره غير الجماع كمان مشكله الجماع في السيدات دي احنا عندنا الختان اربع درجات الدرجه الاولى والثانيه والثالثه يعني الاولى ممكن الست ما تلجاش قوي للقصه وبيبقى عندها ممكن مشاكل في الاحساس فقط والثانيه كذلك التالتة هي اللي تبقى مشكله كبيره جدا لان هم بيوصلوا ان هم بيشيلوا منطقه البدر ويشيلوا منطقه الشفه الداخليه وبالشفه الخارجيه بيفتحوها وبيخيطوها في بعض وبيسيبوا زي فتحه صغيره قوي علشان نزول الضوء ودي بتبقى مؤلمه جدا اثناء الجماع لان الفتحه بتبقى صغيره جدا وكمان ما ننساش ان جوه في المنطقه دي في المجرى البول الخارجي فده مكان اصلا في الاثاث معقم والتعقيم بتاعه ده مشكلته ان المهبل اللي وراه مليان بالبكتيريا سواء كانت نافعه هي في بكتيريا نافعه طبعا او ممكن تكون التهابات مهبليه ممكن تبقى بكتيريا ضاره ودي بتروح الحته دي كلها بتبقى مقفوله على بعض غير ما ربنا خلقها فبيحصل ترانسفير من البكتيريا من ورا لقدام فبتعمل انتقال البكتيريا من الى القناه البوليه المعقم بالظبط كده فبيحصل التهابات متكرره في مجرى البول بتتحول بعد كده مع الكرونيستي او لما ما يبقى مزمن بتوصل لان هي ممكن يجي لها فشل كلوي مزمن. اه هو الالتهاب المزمن في المجرى البول قد يؤدي الى فشل كلوي. مظبوط مظبوط فده مش بس ما تقتصرش بس فقط على المو... القصه بتاعت الجماعة ولكن هي ليها مشاكل تانية صحيه كتير جدا غير طبعا العامل النفسي. <applause> للسيدة إنها ما بتبقاش عندها شعور باي نوع من انواع الرضا او الـ الوصول للنشوه ما بيحصلش وبيبقى الالم بيخليها تكره زي ما حضرتك قلت في المقدمه كده خليها تكره وتزهد هذا الشيء مش بتبقى اليوم ده يوم سيء جدا بالنسبه لها وده بيعمل يعني عدم انتظام او اضطراب شديد جدا في العلاقه الزوجيه مظبوط طبعا ده كله انت بتقدروا تعالجوه في, في التجميل الى حد كبير جدا في الختان الحد كبير جدا في حاجات كتير قوي بتتعالج في حالات طبعا احنا لا ندعي ان احنا صحراء يعني في اوقات بيبقى في التليفات اللي موجوده في الانسجه بتبقى قويه جدا بتبقى محتاجه ان احنا نعمل جراحه في الاول ان احنا نصلح الشكل ونرجعه لشكل الاقرب الى الطبيعي وبعد كده بنستخدم البي ار بي والهايلورونيك اسيد بحيث ان احنا نعيد ترطيب ونضاره المنطقه دي ونحاول نعيد بناء الانسجه واقصد بيها هنا دلوقتي النهايات العصبيه المسؤوله عن الاحساس فدي بتبقى بتاخد وقت طويل وبتبقى البنت او السيده اللي كانت ضحيه للختان دي بتبقى متضرره جدا من الحقيقه بتعدي بيه كخطوات لان هو الموضوع ما بيخلصش في اسبوع ولا اتنين ولا في شهر حتى ممكن ياخد سنه ممكن ياخد سنه ونص عشان الدنيا تبتدي يعني ها نقول ان احنا بقينا احسن هروح بقى ايه للغول <applause> المطحنه المخيفه جدا اللي بتخوف اي ست وهو تقدم السن تقدم يعني. السن احيانا تكون اثاره على بعض الستات زي ما بيقولوا بصمه عنيفه يعني اثر قوي مظبوط قبضه السن على الست قد تكون في بعض الاحيان خفيفه جدا فنشوف الست دايما في شكل شبابي حتى مهما تقدم بها السن من من الخارج وايضا في الاداء الزوجي ولكن في بعض الستات تانيين انا دايما بسميها انه قبضه السن عليهم بتكون أسيا شويه. بص حضرتك هو السيدات نوعين في في المكان ده. مم. في سيدات بتبقى واعيه جدا وما بتوصلش مم. للمرحله دي لان هي من البدايه بتاخد زي حاجه اسمها هرمون الريبليسمنت <applause> ثيرابي او هرمونات بديله للهرمونات اللي وقفت تعويضيه. تعويضية بالظبط كده لل... بعد انقطاع الطمث. فدي بتبقى ست واعيه جدا بس احنا للاسف ما بنقدرش ناخدها اكتر من خمس سنين لاثرها على اشياء تانية اخرى آثارها الجانبيه يعني. مم. فما بنقدرش ناخدها اكتر من خمس سنين. ولكن الحاجات الثانيه اللي هي بتشتكي منها اللي هي زي الست بقى الثانيه اللي انا بتكلم عليها اللي هي بتيجي مش عارفه حاجه وجايه عندها جفاف مهبلي وعندها الم وعندها آه التهابات مهبليه متكرره عندها سلس بولي من نوع السترس انكونتنس اللي احنا بنتكلم عليه الكلام ده كله ده بتيجي الست مش فاهمه اي حاجه. بنبتدي احنا من الاول نشوف الست محتاجه ايه لان هو انقطاع الطمث مش جاست ان احنا بنتكلم على منطقة الجهاز التناسلي الخارجي بس ده في كمان عندنا الهوت فلاشز أو اللي هي بيسموها هبات الحرارة أو نوبات الحرارة إحساس بالحرارة بالظبط كده اللي هي بتحصل ودي بتصحيهم من النوم بتضايقهم جدا والعصبية والعصبية طبعا والحكاية بتاعة السلس البولي ده بيضايق جدا جدا خصوصا كمان يعني الستريس انكونتنس بشكل كبير جدا بيتحسن بسرعة جدا مع مع الإجراءات اللي إحنا بنعملها ولكن في الشق الثاني اللي أنا قلته لحضرتك اللي هو الدتروزر أوفر أكتيفيتي أو تهيج عضله المثانه ده بيبقى مؤذي جدا لان الست بتبقى دايما عايزه تخش الحمام يبقى لازم حالا والا ممكن يفلت منها تبقى مشكله وهكذا <applause> فلا هو في حاجات تانية طبعا إنقطاع الطمث انا دايما بسميه ما بحبش اقول آه يعني انقطاع الطمث ده لغه عربيه بحت لكن هو بيقولوا آه سن الياس انا بقول دايما ان هو سن الامل يعني هي الست في السن ده ده السن اللي هي بتبقى اولادها كبروا ومعتمدين على نفسهم وهي ابتدت زي ما بنقول كده تشوف نفسها بقى شويه فده مهم جدا لان هي في الوقت ده ده احلى وقت هي فاضيه وعارفه تاخد بالها من علاقاتها باصحابها بزوجها ببيتها بكل حاجه بتبقى الدنيا جميله جدا فحرام ان هي تبقى عندهاش وعي بالمنطقه دي وتبقى بتخلي حياتها سيئه جدا علشان سبب ليه حلول يعني مش بس ان هو يعني وليه حلول فعاله مش حلول بس يعني هل اعراض الطمس اللي احنا ذكرناها انتوا تقدروا تتعاملوا معاها برضه؟ لان اعراض ساعات مزعجه بص حضرتك الحل الشامل هو الهرمون الريبليسمنت ثيرابي او الهرمونات التعويضيه تمام؟ او التكميليه او تعويضيه ايا كان اسمها. دي بتبقى سهله جدا بس هي الفكره كلها ان احنا لحد امتى؟ عندنا خمس سنين ما نقدرش نزود عن النوم قوي لانها ممكن تؤدي الى ريسك الامراض السرطانيه في فطانه الرحم والكلام ده واحنا في غنى عنه. لكن بعد ما نوقف الخمس سنين هنعمل ايه؟ ما هو لازم يبقى عندنا حلول تانية للجفاف المهبلي، الالتهابات المتكرره اللي هو اللي احنا بنتكلم عليه البي ار بي هايلورونيك اسيد في حاجه انا كنت ما ذكرتهاش لاني انا مش معاها بس انا ذكر يعني ما ذكرتهاش بس هذكرها دلوقتي اللي هي الاجهزه. م -م. طبعا احنا سمعنا في التجميل ان احنا عندنا في حاجه اسمها الهايفو والليزر والكلام ده. الهايفو والليزر دول بيعالجوا بالحراره. يعني بيمت اه بالظبط كده فبيعمل زي اعاده تنشيط للمنطقه او الانسجه او الخلايا مه. طيب في 2018 منظمه الدواء والغذاء الامريكيه طلعت منشور بتحذر الاطباء والسيدات من استخدام هذه بيسموها الـ Energy Based Devices. الاجهزه بيسموها الانرجي بيزد ديفايسز. الهايفو بيشتغل الاجهزه المعتمده على الطاقه بالظبط كده الهايفو بيعتمد على الالتراسونيك ويفز او الموجات الفوق الصوتيه والليزر ليزر. اتس ليزر سواء كان ليزر اه, آه يعني absorbed. كده. مم. فده بيستخدموه لقوا ان البيبرز اللي بتتعمل كلها او الابحاث اللي بتتعمل على مدار السنين من ساعه ما طلع الشيء ده الاعراض الجانبيه اكتر من الفائده. وعلشان احنا البرانش جديد فالقصه بتاعت ان الشركات تقول احنا المفروض ندي قد ايه في الهايفو مثلا بنتعامل بحاجه اسمها اللاينز. فهندي كام لاين؟ فما فيش حاجه بتقول بالظبط ندي كام لاين فاما انا هدي اقل فمش هعمل ايفكت او مش هعمل مفعول يا يعني اما هدي اكتر فهحرق العين لان هي بتحرق مش بتحرق من بره لكن الأنسجة بتحرق من جوه لان الموجات الفوق الصوتيه بتشتغل على تردد معين في مسافه معينه فبتتحرق من جوه ففي الاول ممكن يبقى الدنيا كويسه وفي الاخر تلجا الى تليفات داخليه فتعكس الايفكت وتقلب انها تبقى سيئه جدا أسوأ من الاول كمان انت لا تفضل الاجهزه ولكن تفضل استخدام الهيالورونيك اسيد او الاشياء الاخرى اللي ممكن تخدم يعني مواد لانه مجرب مجرب لانه مجرب اكتر شويه هو طبعا البرانش جديد في كل حته وطبعا اللاتين امريكاز او الامريكا اللاتينيه والحته دي بيستخدموها بكثره جدا وجامدين جدا في القصه دي في, في, في البرانش ده آه بالظبط كده اللاتين امريكا كلها كولومبيا والبرازيل آه. والقصه دي كلها هم شاطرين قوي هناك وطلعوا لنفسهم آه يعني سمعه كويسه جدا. عندهم السياحه العلاجيه في المكان ده كمان مهم. هايله، هايله آه. آه. والسيدات هناك بيهتموا جدا بنفسهم عشان كده هم بيلجأوا لده مع دكتور النسا فدكاتره النسا هناك لقيت ان البرانش ده برانش مهم فلازم نهتم بيه فبالتالي طلع في الاخر المجمل الجميل ده بتاعهم من الذي تراه يستحق ان يرتدي البدله الزرقاء يعني مجرم؟ له حكم عليه حكم كده في عالم التجميل النسائي اكيد في ارتكب جريمه ما بص حاجه احنا في في بعض الناس بتقول علينا ان احنا آه يعني بنعمل ما اقرب الى الختان ولكن الختان مشكلته ان اللي بيعمله غالبا غير طبيب مش طبيب م. تمام فبيبقى مشاكله اكتر جدا العينه ممكن تنزف منه العينه ممكن يبقى الالات مش معقمه فيحصل انفكشن او ميكروب يخش ويأذي البنت او ممكن كمان ان هي البنت توصل لمرحله انها تموت قدامه م. تمام من, من آه النزيف آه. غير كده كمان بعد كده على المدى القصير الجرح يبقى ملتهب جدا ناتج عن الميكروبات اللي بتبقى موجوده فيه بيحصل تليفات التلويفات دي بتبقى مؤذيه جدا ومؤلمه جدا ممكن يحصل احتباس بولي لان هو لو قفلنا الدنيا كلها ممكن يتقفل بطريقه زياده عن اللزوم شويه فبيحصل التهابات في مجرى البول ويحصل انسداد فبيحصل بالتالي الامرجنسي تروح امرجنسي او الطوارئ لان الست عندها احتباس بولي ودي حاجه ما بتحصلش كتير نادره الحدوث يعني غير الرجال ده موضوع تاني خالص عشان البروستاتا يعني لكن الست ما عندهاش بروستاتا فايه اللي هيؤدي الى انسداد مجرى البول غير اسباب يعني ضئيله جدا منهم الحصوات او كده فهي ممكن تيجي باحتباس في مجرى البول مثلا وعلى المدى الطويل طبعا التاثير النفسي فهي قصه كلها ليها دعوه بال يعني بالموضوع ده لو احنا جايين نتكلم بقى مين يلبس البدله الزرقاء هو ما فيش حد صراحه يعني ممكن يلبس البدله الزرقاء هو حتى حتى اللي انا معترض عليه كاجهزه في ناس بتبقى شايفه ان هي ان ده كويس وفي ناس بتبقى شايفه ان هي بتقدر تستخدمه وفي ناس بتقدر تستخدمه بتوصل بيه اللي هي عايزاه لكن احنا عندنا في حاجه اسمها لونج تيرم ستاديز يعني انا لازم اعمل لونج تيرم ستادي علشان اعرف دراسات ده المدى الطويل بالظبط كده يعني دراسات على مدى طويل جدا سنين في ناس بتاخد 10 و20 و15 سنه علشان نعرف الايفكت بتاع الجهاز ده عامل ازاي فانا لما استخدمه دلوقتي هو يتحط تحت الاختبار ولكنه ما يبقاش متواجد في العموم مع الناس كلها لان احنا مش عارفين لسه هو بيعمل ايه لكن البي ار بي والهايلورونيك اسيد مادتين اصلا الاورادي موجودين في الجسم من العيانه واليها الهايلورونيك اسيد طبعا مش من العيانه بيبقى مصنع بس دي ماده الجسم بيفرزها برضه فما عنديش فيها مشاكل ما فيش حساسيه منها يعني او مشاكل ما فيش لا حساسيه ولا في Heating ولا في بيرن ولا في اي مضاعفات للاثنين يعني ده ده انت نورتنا واسعدتنا بهذا الحوار جدا لموضوع وبرانش اعتقد انه لازم المجتمع العربي يفهمه كويس جدا لانه طبعا اوروبا وامريكا وانت زي ما قلت امريكا اللاتينيه سابقين قوي في فهم المجتمع احنا هنا عندنا متساويين تماما مع المهارات اللي بره عندنا كوادر كبيره جدا بتشتغل في التجميل النسائي موجودين في مصر له قاعده علميه كبيره جدا وبيبرز ودراسات وناس بتشتغل عليه وكل انتم بتفكروا فيه في الكادر الطبي موجود في مصر لكن المجتمع نفسه ال 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 الناس اه بداوا يهتموا اعتقد بشكل كبير لكن انا بعتقد ان اللي جاي هيختلف تماما عن الواقع اللي جاي هتضاعف هيتضاعف الاهتمام كل سته تبدا تهتم بنفسها مش مقبول ابدا ان الست تطلع معاش من الحياه مش مقبول ابدا ان الست تيجي لها وقت تقول انا خلاص مش مهم بقى اي حاجه في في العلاقه الزوجيه او مش مهم نفسي الاحساس بالياس ده ده غير مطابق ابدا لاي عرف ولا اي فكر انساني يقبل ان الست تتحول الى المعاش ولا الراجل كمان ضيف العزيز القيمه العلميه القديره الاسم الاسم المتميز دكتور شادي طارق اخصائي امراض النساء والتوليد بكليه طب جامعه عين شمس ماجستير التوليد وامراض النساء من كليه طب جامعه عين شمس صاحب الدبلومه الامريكيه في التجميل النسائي الوظيفي واحد من نجوم هذا المجال نورت يا دكتور شادي واسعدتنا بهذا الحوار العلمي الرائع جدا انا اسعد شيخ حلكوا دايما مع دكتور اهلا بكم الحاجه اللي ممكن تخلق مجرم اللي ممكن تحول مسار انسان من اتجاه لانسان الاتجاه تاني اللي بتظل زي ما تقول شوكه في جسم وفي عقل وفي وجدان كل بني ادم هو التنمر التنمر خطر جدا يا جماعه والمتنمر واحد من اسوا الشخصيات في الحياه عموما الشخص المتنمر اللي هو الشخص اللي دايما بيعيب على الاخرين بينتظر فيهم اخطاء او الأخير. التنمر انواع واشكال والى اخره في كل برانش في الطب على فكره في حاجه دايما احنا نقف في التنمر ونقف نتكلم عنها. لكن السمنه واحده من اشهر صور التنمر. وتصل السمنه مع المريض بتاعها انه خلاص بقى بيبقى يعني زي ما يقولوا استوعى الراجل الشاب ده بيبقى طالع من هو هو طفل بيتريقوا عليه ويتنمروا عليه ويسموه بتاع المغامرين خمسة اسمه توفيق. طب صحابه كانوا مسمينه ايه تختخ وفضل تختخ ده في وجداننا وكانت اعتقد انها ما كانتش مناسبه لان كان كل الناس اللي تخان كانوا يتقال لهم فلان ع... ده غلط غلط كبير جدا لكن هنعمل ايه الاطفال صعب التحكم فيها في الموضوع ده فنعمل نحارب السمنه الاهل لازم يحاربوا السمنه واوعى تتنمر بابنك بقى ما يجيش تنمر من الاهل ما يبقاش الواد رايح جاي يدخل البيت يلاقي ابوه بيترق عليه ويلاقي اخوه بيترق عليه ويلاقي والدته بتتريق عليه ما يصحش ده بقى ده بقى الغلط الكبير طب نعمل ايه نقف جنبه ودلوقتي جراحات السنة اجمل حاجه بسمعها انهم كل شويه بيقدموها في دلوقتي جراحات بتعمل في سن مبكر هنسال النهارده ضيف العزيز في هذه المنطقه المهمه جدا طبعا اسم متميز للغايه وقيمه علميه كبيره بتبقى دايما حواري معها في الدكتور شيء يدعو للسعادة ويدعو إلى الكثير جدا من الحماس العلمي ضيف العزيز والقيمة العلمية الكبيرة الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير بكلية الطب جامعة عين شمس المدير لوحده جراحات السمنة بمستشفى وادي النيل وزميل كلية الجراحين الملكية بإنجلترا عضو كلية الجراحين الأمريكية والحاصل على تصنيف جودة دولي في جراحات السمنة أهلا بك يا أهلا وسهلا النهار هبدأ بالأطفال أنتوا دلوقتي احكي لي بقى يعني كده الاول مقدمتك الحلوه عن جراحه السمنه في هقول يانج ادلتس او الاطفال. الاطفال طبعا من سن 11 سنه يمكنهم اجراء العمليه بس يكون وزنهم طبعا زايد فوق ال 100 كيلو يعني بالـ 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 يعني بالـ بالـ يعني حاجه بسيطه يعني. أه طبعا في مقاييس ثانيه بالبرسنتايل ماس اندكس لكن احنا يعني يمكن ك كمجتمع عربي او أنا كمصريين احنا بنخاف على اطفالنا اصلا من اجراء اي نوع من العمليات لكن عايز اقول ان الاطفال مش بمنأى او مش بعيد خالص ان هم يصابوا بنفس الامراض زي ما بتفرقش يعني يعني الطفل اللي هو وزنه آآ زياده آآ طبعا ده عنده مشاكل يمكن احنا شفناها في الفيلم القصير دوت انه الطفل معزول هو يندرك في في المجتمع وعنده مشاكله النفسيه ومشاكله الصحيه برضو كمان، مم. يعني السمنه مش هترحمه من السكر ومش هترحمه من الضغط ومش هترحمه من انقطاع النفس اثناء النوم. اللي هو قاعد طول الليل يشخر وما بنامش طول اليوم طول النهار نايم في الفصل بتاعه او المدرسه بتاعته طبعا طول الوقت عايز يشبع بقى من النوم الحلق مليان دهون طول الوقت وعمال مش قادر ياخد نفسه وبالتالي في الاخر هو انسان بقى مريض فاحنا طبعا ما عندناش فرق خالص ما بين الامراض ان هي تصيب الطفل وتصيب الناس الكبيره هو دي سمنه مفرطه يعني معلش فطبعا انقاص الوزن حاجه مهمه جدا احنا طبعا ما بنعملش عمليات كبيره في الاطفال يعني هي عمليات زي تكميم المعده اللي احنا عارفين تماما انه العمليات زي تحويل المسار بتقلل امتصاص بعض المينرالز والفيتامينز وده طبعا ممكن ياثر على الطفل في نمو هرموني او نمو عظام او نمو بصفه عامه يعني فبعد 11 12 سنه ممكن يعمل العمليه. طيب الطفل بقى اللي هو 13 سنه ولسه يعني قدرته منتلي مش قادر يتواصل مع المجتمع او ان هو مش هيقدر يستخدم التول دي انه يقدر يحق. ما انت شايف ان الطفل فاهم اصلا يعني لو. لا اجله شويه. يعني وطبعا لازم المينتاليتي او حتى التواصل الكوميونيكيشن لازم تو بي كجزء من المنظوم الطفل برضو اللي ما يعملش لو ما عندوش سبورت عائلي يعني الاسره نفسها مش متحمسه لان هي تساعده لان الطفل اللي هو عمل عمليه تكميم دي من ابسط العمليات هي لا تؤثر على الامتصاص يعني عمليه انت شلت جزء من المعده صغرت حجم المعده يعني فده معناه ان هو يعني لازم يحافظ شوية من السكريات من الشوكولاتات من الآيس كريم وده صعب جدا على الطفل عشان كده لازم يكون في دعم أسري يحافظ عليه شوية أو إن هو يساعده في أنه يتواصل ما بعد العملية أو يحافظ على الوزن اللي نزله ما بعد العملية فهي عمليه السمنه في الاطفال احنا بنختصرها الحاجات الثانيه الاوبشنز الثانيه مش مش متاحه انت طفل مين اللي هتقعد تقول له اعمل نظام تغذيه هو وزنه يعني كبير كاسر 120 ولا 130 كيلو وعنده تقوس من يعني عظمه متني يعني خلاص تقوس يعني مش قادر يتحرك بتاعته مش ده اللي هيتابع نظام غذائي تعالى بقى هات راكب بالون ما البالونه دي قبل 15 16 سنه المعده لن تستوعبها حجمها ما, ما يعني ما بركبهاش طيب هنسيب الطفل بقى بالوزن ده لا يبقى عايز عمليه تكميم المعده من العمليات المفيده الامنه التي لا تؤثر على النمو على الاطلاق في الاطفال هنتقل من الاطفال لمن يريدون الاطفال تمام من يريدون الاطفال دي كيس قدامي يعني واحد بعتلي لي 31 سنه 38 سنه متجوز من 8 سنين من أكثر من 8 سنين حاول ينجب اكتر من مره وكل مره يروح يتقال له لازم تنزل وزنك ده راجل كمان على طبعًا. فكره السؤال هنا يعني كثير من الناس تتفهم انه الست عندما يزيد وزنها هي لا تستطيع الانجاب لكن قليل من الناس مش متخيله حجم زياده الوزن تاثيره السلبي ايه على الانجاب بالنسبه للذكور نفسهم لجوده الحياه المنوية والله هما الاثنين يعني طبعا الذكور والاناث في نفس الدايره يعني طبعا احنا ربما يكون الوزن عقبه في في طريق الانجاب عند الرجال وعند النساء عند الرجال اكتر طبعا بيؤثر بالسلب على الصحه والقدره الانجابيه او القدره الجنسيه انا يعني طبعا لان هرمونات الدهون هي عقبه في طريقهم لان تحول هرمونات الذكوره الى هرمونات اخرى من سوية مش بس كده ده انت يعني يمكن شايف بقى ان في امراض مصاحبة للسمنة المفرطة قد تؤثر بالسلب على الانجاب والقدرة برضو والانجابية زي السكر انت يعني السكر ده ما هو حاجة مرتبطة بالسمنة المفرطة السمنة جابت لك السكر وبالتالي السكر برضو هيأثر على العصاب ويأثر على الصحة الانجابية الناس اللي عندهم كوليسترول زايد بسبب السمنه المفرطه وعندهم مركب بقى دعامات وبالتالي يدخل في يعني نقص في كفاءه القلب وده انعكس برضه على الصحه الانجابيه بصفه بصوره يعني اقصد انه السمنه هي عائق امام الرجال في في ناس تانية طبعا ده مش مش مشكلتها بس كده يعني مش مش بسبب صعوبه الانتصاب او القدره على الانجاب بسبب البطن اللي هي طول الوقت كبيره وبندلس وساقطه على يعني حتى ميكانيكالي صعبه فيها صعوبه يعني ان انت تادي حياتك او يعني الطبيعيه يعني النمره الثانيه عند يعني السيدات عندهم تكيس مبيض واضطراب هرمونات والمبيض يعني بيبقى في وضع اشبه بالمعطل يعني طيب احنا في سيدات بتنجب بالرغم من وزنها ربنا يوفقها طبعا احنا يعني لو دخلت قيصريه دي بيبقى دكتور التخدير بيبقى بيحسب انفاسه في انه يولد سيده وزنها كبير. دكتور النسب طبعا في معاناه شديده اثناء المتابعه و... وتخيل بقى ان حضرتك ده هيعمل قيصريه في وزن كبير ده ان ده ان حصل حمل يعني. فطبعا لا انصح تماما ان احنا نقصر في ان احنا ناخد الطريقه الفعاله في انقاص الوزن، عمليه تكميم بالمنظار خلال فتحات صغيره، اقامه 12 ساعه في المستشفى. انت ليه تسيب نفسك للوزن الزايد انه يعطلك على الانجاب او يعطلك على يعني 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 ان انت تمشي بشنط ادويه وانت في سن صغير. انا يعني يمكن بشوف ناس والله ما كملت 40 سنه وبيقعد في وضع عارف الوضع المرضي الحج بقى اللي خلاص اللي هو ات انتقل من مرحلة الشباب اللي هو المفروض يعيشه في وضعه الطبيعي بيتقال له أو يحج؟ اه وصل لمرحلة الحج بقى في فترة يعني هو مش بتاعته يعني 40 سنة مش شباب مش 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 يعني في لعيبة كورة عندهم 40 سنة بيلعبوا ف... كورة على المستوى العالمي طبعا زلطان يعني... ابراهيموفيتش ده عنده حاجة ده ده عدى ال 40 وبيلحق أه. الناس طبعا يعني طبعا لايف ستايل مختلف شويه ووضع مختلف فاحنا يعني طبعا هو وعلى فكره يعني هو مجموعه الامراض المرتبطه بالسمنه المفرطه هي هي بتهزم الوضع السني يعني انت عندك 40 سنه انا كنت قاعد مع حد يمكن في العياده بقعد فريندلي كده في طبعا بقعد اخد يعني تاريخ مرضي مفصل يعني فتلاقي السن فعلا صغير وفعلا مش ما عداش ال 40 وتلاقي عنده الضغط وعنده السكر وعنده الكوليسترول العالي وتدهن الكبد وياخد ادويه المفاصل ويقول لك انا اصلا عندي انزله قدروفي وعندي انا فعلا يعني بيبقى صعب عليا جدا يعني كحاجه مش وضعك ده مش 40 سنه ممكن و... أنا, انا يمكن متحفظ في ان انا انقل الصوره نفس الصوره دي على السيدات تخيل يعني الوضع ده الست وتوصل سن لسه سنها صغير في الثلاثينات والله العظيم بتبقى واخده وضع خمسينات وستينات يعني ليه كده هو ده السنة هي دي السنة اللي بتحبس الانسان اللي بتغير شكله اللي بتغير سنه اللي بتهزمه نفسيا انه يتوافق مع وضع سني مش بتاعه عند السيدات وعلى فكره بقى انا اقول لحضرتك على معلومه يمكن السيدات اكثر عرضه للـ للتنمر يعني الكلمه بتفرق معاه جدا, جداً. يعني يعني طبعا الستات حاسين جدا للوزن وحاسين جدا ل... بتبقى فعلا ونسبه الاكتئاب مش قليله خالص عند السيدات بسبب الوزن <تكتسجيل> نسبه كبيره جدا جدا جدا, جدا. وماشيين على اوريد على الانتي ديبريسنت البنت في 25 سنه وماشي على ادويه أنت ديبريسنت الاكتئاب بتزود الوزن تلاقيها بقى زادت في الوزن نفسيتها غير مستقره ويعني في اكتئاب شديد وتلاقيه ماشيه على ادويه بتزود اصلا الوزن، ما تنزل وزن، ما خلاص ناخد الـ 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 القرار لانقاص الوزن عمليه في نص ساعه، وبعدين ده حاجه سهله جدا يعني، و يعني البنات الصغيرين والاطفال الجراحات فيهم سهله، يعني ايه سهله؟ هو ده احسن واحد يدخل بنج، هو لا سنه صغير أحسن واحد جدار بطنه مالي يعني سهل إن أنت تشتغل فيه بالمنظار أحسن واحد دهونه غير في دهون كده بتبقى معلش ريزست لأ دهون فعلا ستيكي. يعني صعبة آه. وتلاقي الحركة في البطن صعبة من كتر الدهون يعني اتخشبت في البطن فطبعا السن الصغير دول لأ لسه يعني دول كويسين جدا في الجراحة الحوار معك متعة خالصة شكرا. جدا في كشف أولا النقاط العلميه المهمه جدا الربط بين السيتويشن الباطنيه مثل تاخر الانجاب مثل تكيس المبايض مثل السكر مثل الضغط وحالات السمنه وايضا تفاصيل الجراحيه هتلاقوها دائما في حواراتنا مع ضيفي العزيز. الاسم المتميز للغايه الاستاذ الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنه والمناظير بكليه الطب جامعه عين شمس والمدير لوحده جراحات السمنه بمستشفى وادي النيل وزميل كليه كليات الجراحين الملكيه الانجليزيه والامريكيه نورت ودعت كالعاده شكرا الدكتور هيبقى الحوار مستمر ولكن زي ما انا بقول دايما بصوت المريض ومن غرفه الجراحات وهذا امر نتمنى ان نراه كثيرا جدا لانه بينقلنا الى زي ما بيقولوا من الناحيه النظريه والشرح النظري الى الحوار العملي الى غرفه العمليات خليكوا دايما مع دكتور انا اسمي دينا وزني 116, 116 سني 21 سنه كنت من وانا صغيره مليانه اصلا بس كنت بزيد وبتخن وكده في اخر فتره كنت تعبانه جدا من شكلي فجاه زدت جدا بعد ما قعدت من الجامعه أخدت الاجازه بقى وكان عندي فراغ للاكل ومش بشتغل فكان وزني زاد جدا وحالتي النفسيه تعبت بقى وبابايا حتى لاحظ ده هو مامتي ما كنتش بنزل بنزلش خالص ولا بروح وباجي فبابايا كان بيشجعني ان انا اجي اعمل العملية دي كنت قبل العملية ميه كيلو ودلوقتي 92 وتسعين الفترة ما بين العملية كان الأربعة وعشرين كيلو اللي انا خلصتهم دول كان في ثلاثة شهور هو اختلف معايا الموضوع في الخروج آه نفسيتي ما كنتش بخرج من البيت اساسا دلوقتي بقيت بخرج آه لبسي كل ما البس حاجه كانت قديمه عندي ما بعرفش البسها بسبب وزني او شكلي فيها ما كانش حلو دلوقتي بقيت اعرف البسها وببقى مبسوطه قوي قوي قدام نفسي قدام المرايه لو انت عايزه تبقي احسن تقفي قدام المرايه ومبسوطه بنفسك لازم تعملي ده لازم تاخدي القرار ده ولأي حد عايز يعمل عمليه ما تخافش ولازم تيجي ولازم تاخد القرار ده ضيفي العزيز استاذنا الاستاذ دكتور السيد الاخر اهلا بك دكتور ايمن عايز ابدا الحوار المثير ده لان النهارده في مفاجات وحوار مهم علمي وتفسير مهم جدا لكن هو السؤال اللي انا طول الوقت طول ما انا جاي بسال نفسي لماذا بطانه الرحم المهاجره الان سؤال من 1860 من اول اكتشاف المرض عند عالم جليل روكاتنيسكي تحت الميكروسكوب واكتشف بؤره بطانه الرحم المهاجره انها خارج من مكان الرحم وبدات القصه من اليوم ده بعد ما كان المرض هل بجد صدفه ولا ليه قواعده الخاصة ولا هو كيان كامل ليه فلسفة وليه أدواته وإحنا نجهلها أحيانا نكتشف المرض ونربطه بطريقة ظهور بشكل معين فنفاجأ إن ما تمشيش مع طرق تانية بمعنى آه دبطانة الرحم المهاجرة هذا الكيان الغير اكسترا أوردينري اللي اللي هو يعني اكسترا آه يعني غير, آه غير تقليدي متفرد ان بطانه الرحم لو اتفقنا انها هي الجزء لو ده الرحم هي الجزء المبطن للرحم هذا النسيج اللي موجود في هذا المكان وليه علاقه بالدوره الشهريه ايه علاقته ببقيه الجسم؟ كيف تتواجد هذه الخلايا في أماكن مختلفة يعني إيه مريضة تيجي تنزف من الأنف فتجد بطانة رحم مهاجر يعني إيه مريضة تكح فينزل دم فيطلع بطانة رحم مهاجرة يعني إيه مريضة يحصل فيها إلحاح بولي وتبول أحيانا لا إرادي أو متكرر فتكتشف انه مش التهاب ده بطانه رحم مهاجره ان في دم في البول دم السرطان ده بطانه رحم مهاجره يعني ايه انتفاخ في البطن ده بطانه رحم مهاجره يعني ايه الم في العضلات ده بطانه رحم مهاجره يعني ايه تعب لا تشفو منه ابدا كرونيك فاتيك سندروم ده بطانه رحم مهاجره يعني ايه كحه وازمه ده بطانه رحم مهاجره يعني ايه حمى بحر متوسط تطلع بطانه رحم مهاجره لسه يعني ايه مالتيبل سكليروزس ويطلع بطانه رحم مهاجره يعني ايه خلل في الغده الدرقيه ويطلع بطانه رحم مهاجره يعني ايه بقر في الجسم طالعه ونديول وأورام في عضله البطن تطلع بطانه رحم مهاجره يعني ايه ضمور في عضله يطلع بطانه رحم مهاجره يعني ايه الام امراض أم الام في السياتيكا والاعصاب ويطلع الموضوع بطانه رحم مهاجره يعني ايه يعني ايه هذا الوحش داخل المراه وبيظهر امتى واذا كان ليه وقت معين فازاي كمان يطلع لبنات لسه الدوره ما نزلتش اذا كان احنا بنقول مرتبط بالدوره يعني لو قلنا ان خلاياه بتنتقل عن طريق الانابيب وتخرج بره يعني فنلاقي ان هو موجود لبنات مش موجود ليهم ارحام اصلا وفي بطانه رحم مهاجره الله مش كنا بنقول لو شلنا الرحم نعالج بطانه رحم المهاجره طب اللي ما عندهاش رحم عندها بطانه رحم مهاجره ازاي طب مش قلنا لو شلنا الرحم والمبيضين يبقى بالتالي اذا كان هو بيعتمد على الهرمونات اللي طالعه من التبويض فشلنا المبيض اهو واذا كان هو بينزل من الرحم فشلنا الرحم اهو فتتحل المشكله فنلاقي ان فيه بطانه رحم مهاجره. يعني ايه بعد سن انقطاع الدوره وما يطلق غلط يعني غلطا كده او يعني خطأ جمله خطا انه سن انقطاع الدوره سن الياس ويطلع بعديه بطانه رحم مهاجره، الله. يعني ايه ان بعد انقطاع الدوره وتاخد بعض الهرمونات التعويضيه فتنتشر بطانه الرحم المهاجره. طب انا شلت الكيس رجع تاني ليه؟ طب ايه كمان؟ بطانه الرحم المهاجره، هل كان الحل فقط هو جراحي ولا دوائي ولا دوائي جراحي؟ وهل بطانه الرحم المهاجره هل هي فقط بس اللي احنا بنتكلم عليه كيس التشيكوليت؟ يعني الكيس اللي موجود الكيس الشوكولاته اللي موجود في المبيض ولا احنا بنقسمها الى اوفريان واكسترا اوفريان؟ يعني ايه؟ يعني في المبيض وخارج المبيض. وفي المبيض وخارج المبيض فنيجي نقسمها تاني داخل الحوض وخارج الحوض. يعني لو جت في المبيض والاعضاء المجاوره ليه فدموها داخل الحوض يعني خلاص بالمجاوره بدا المرض ينتشر من عضو الى اخر بالتلامس بس تفسر ازاي اللي الرئه وتفسر ازاي ان يحصل كاتامينيال نيوموثوركس يعني يعني يحصل فيه تجمع او هواء داخل الرئه شهريا او مع الدوره الشهريه او يحصل كحه دمويه حتى لو كان رير فنيجي نقول عنوان كبير لماذا بطنة الرحم المهاجرة رقم واحد هو أنا جالي ليه بطانة الرحم المهاجرة زي أسئلة كتير جدا من البنات مش معنى أنا اللي جاني بطانة الرحم المهاجرة هو ده خلل ولا وراثة ولا طريقة أكل ولا هرمونات غلط ولا تعرضت إلى البيئة هل هي دي فقط الأسباب ولا في أسباب أخرى المرض ده له طبيعة هرمونية له طبيعة تأثير هرمونية لأن برضه وله علاقة بالبطنة وثيقة إحدى مرضانا الجميلات بتقول إيه؟ تقول لك <applause> بدأ بص يتكون، بدأ يتكون التهابي شكل التهابي وصل لمرحلة الصديد. فبدأ من كتر هذا الالتهاب بدأ يحصل تضخم في الطحال. الحتة دي مهمة أوي بقى. حتة مهمة قوي حتة إنه تدل على أن هذا المرض مناعي ما أوه. يسمى بارتيكولار سيستم بروليفريشن اللي هو تضخم الجهاز المسؤول عن انتاج الخلايا او التعامل مع خلايا الدم الجاهزه للتصدي للالتهاب زي الطحال فتضخم الطحال هنا في مرض في حاله مش المفروض تضخم الطحال احنا بنخاف منه ليه؟ نفكر انه ده قد يكون مرض قد يكون أوراق فتقول لكم ليكيميا اللوكيميا هودجكن الكلام اللي هو ده اللي السرطانات خالص أو, او اذا كان بدا سرطان يحصل الدم اه سرطانات الدم او بدا أي ايوه م. او بدا يحصل زي ما انت قلت ايه ريتيكول اندوسيريال سيستم بقى بدا يحصل بروفريشر اه وبدا ينتج بقى هايبر بليزيا احنا كنا عاوزين نمشي بخطوات يعني ايه النهارده تاكيديه وستيب باي ستيب للناس عشان انا نفسي كان يفهموا النهارده بجد كيف تنشا او تصنع بطانه الرحم المهاجره ثم تصدر خارج مكانها الطبيعي <applause> وايه التوازن ما بين هرمون الاستروجين والبروجسترون ولو هو مرض اصلا بيعتمد على غذائه الحقيقي الاستروجين هرمون الاستروجين هرمون الانوثه وبالتالي يبقى في خلل في خلل لانتاج هرمون البروجسترون عشان كده معظم الادويه الخارجيه تبقى هرمون بروجسترون او البروجستروجين زي كلها المصنعه بكل اسمائها المختلفه عشان يعادل الاستروجين وبالرغم بعض الادويه اللي بتبقى بنديها زي نظائر الجونادوتروبين عشان توقف الاستروجين اللي نلاقي برضو المرض احيانا على بعض الادويه اللي توقف الدوره بينتشر وبيكبر ايه ده لان هو عنده مصنعات للاستروجين الموضعي يعني لما تحرمه من الاستروجين العام في الجسم هو كل بقره بقت تطلع استروجين خاص بيها شوف قد ايه قد وعنفه ولما بتدي بعض الادويه زي الاروماتيز انهيبيتورز اللي بتادي بتدور ان هو ما يكونش الاستروجين فيبدا يتحسن الوضع وياثر لبعض الناس وليه بعض الناس الجيناتكس اللي هم قرايب واللي نسب بطانه رحم الماجرة تبقى موجوده فيهم تصل احيانا الى 8 اضعاف نلاقي كمان عندهم ان نسبه البروجسترون في جسمهم اقل من الطبيعي فيؤكد انتشار المرض عن غيرهم وعلى مستوى الخلايا والماتريكس اللي موجودة في الأرضية اللي موجودة فيها بطانة الرحم والتوازن مع الميتالو بروتينز انزيمز والتيشو ميتالو بروتينز انهيباتورز يعني يعني انزيم موجود في بطانة الرحم مسؤول على انتاج الخلايا بتاعت بطانة الرحم وواحد تاني يوازن ان البطانة دي ما تتوغلش فازاي واحد يبقى اقل من الثاني فتلاقي ان البطانه تتوغل لما تخرج بره مكانها الطبيعي فتتوغل في الانسجه ليه عندها استعداد تبقى انفيزيف تغزو الانسجه تخش تحت البريتون يعني ايه ده ايه القدره دي <applause> عندنا كلمة نظريات كلمة مختلفه جدا ولكن النهارده بس عشان يبقى الحاله دي ما تعديش لانها صعب انها تتكرر بجد لو احنا هبدا بحاله ان احنا بنتكلم على بطانه رحم المهاجره وعلاقتها بالمثانه البوليه حاله سين ولا حاله نون قبل ما نتكلم بس نبص بصه صغيره هنا م. لو احنا قلنا رجعنا للاستوديو هنا وقلنا ده الجهاز البولي كليتين كده اه اه ايوه بالظبط كليتين حالبين مثانه بوليه رحم بصوا موقع الرحم رحم كليتين، هل ممكن بطانه الرحم المهاجره؟ لو كده واضح الامر قول لي اه بس عايز اشيل الكب تبعته هنا أشيل ده كده ايوه كده تمام واضحه الصوره كده؟ اه حلوه قوي كليتين الكليه تنزل البول من الحالب هيروح المثانه البوليه. <applause> والمثانه البوليه على بره على مجرى البول خارجيا. <applause> ازاي بطانه الرحم المهاجره احنا اتفقنا لو ده المبي الرحم خرجت من الرحم وراحت الجسم كله، لكن ازاي تصاب المثانه البوليه ببطانة الرحم المهاجره؟ ازاي يصاب الحليبين ببطانة الرحم المهاجره؟ ازاي يصاب الكلب بطانه الرحم المهاجره؟ المثانه البوليه ممكن تصاب بالمثانه البوليه ببطانة رحم المهاجره يا اما برايمري ليجن يا اما جالها فيها مبدئيا مباشره فيها او اتنقل لها بالجوار يعني يا اما اثناء الجنين في بطن الام لو قلنا المثانه البوليه هنا يبقى ما بين المثانه البوليه والرحم في جزء من تكوين الجنين يفضل موجود يا يعني ما بين فازايكو يوتراين او فاجاينو فاسايكال يا يعني أما بين الرحم والمثانه البوليه يا يعني اما ما بين المثانه البوليه والمهبل يفضل كامن الانسجه دي لغايه لما البنت تكبر ويدب فيها هرمون الاستروجين والدوره الشهريه تنشط الخلايا دي اللي موجوده في علاقتها بالمثانه وتبدا على سطح المثانه وتتوغل لداخل المثانه ادي لو كان برايمري ليجن في المثانه البوليه يا اما بيتروجينيك يعني بسبب جراحه قبل كده. جراحه قبل كده ايه؟ في الرحم اثناء عمليه قيصريه او استئصال رحم او استئصال ورم ليفي. بعض الخلايا تخرج وتنغرز في المثانه البوليه لو جرحت او بقت على الخلايا الخارجيه. فتنزرع جوه. يبقى ده شكل من اشكال المرض الموجود في المثانه البوليه. تيجي المراه تشتكي بايه؟ تشكي تكرار في البول حرقان في البول أحيان بول مدمم ممكن تشخص على انه سرطان في المثانه البوليه. هل ممكن نتعامل مع البطانة الرحم المهاجره في المثانه البوليه؟ اه. ممكن نسقص الورم؟ اه. عن طريق ايه؟ يا اما نخش بمنظار مثانه بوليه منظار في المثانه البوليه يا اما على منظار البطن ونتعامل. طيب ده هنتعامل النهارده ممكن نعرض أكتر من 15 حاله من داخل مستشفى الامم في بطانه رحم مهاجره داخل المثانه البوليه. اللي فوق دي اللي الدكتور حاطط ايده عليها دي, دي المسانة المسان البوليه وتحتيها الرحم وتحتيها الرحم اه تحتيها الرحم لكن احنا هنا كمان هنعرض عن حاله بدا يحصل تليف وبطانه رحم مهاجره اصابت الحالبين لدرجه قفلت عليهم وبدا الحالبين دول يرتشحوا يعملوا ضغط بقى يعملوا ضغط لو اعتبرت الكليه دي بتنزل البول كده اه والكليه دي بتنزل البول كده اه وبعدين هينزلوا أفل... في المثانه أيوة. تتميل المثانه يخرج البول بره لو الضغط هنا وهنا بيبدا يحصل ايه حوض ال... الحالب ده ي... يتوسع يتو... يوسع آه. وبعد كده حوض الكلى لو بدا يقفل يقفل لدرجه قفل تماما الكليه دي مش عارفه تصرف اللي فيها تتضخم تتضخم وبعد كده تضيع خلاص حصل لها لص م. وبعدين يحصل لها اضمحلال وتنكمش وتفشل تماما م. يعني بمعنى ادق لو احنا اعتبرت عاوز اقول ان حالبين رجعنا بس الصوره دي كده تاني نقرب منها حالبين اكن كل واحد منهم بينازل اهو نرفعها بقى شويه دي لو احنا قلنا ادي الحالبين آه. ماشي ماشي واضحه كده اه والاخضر ده حالب وبينزل نقط البول والازرق ده حالب تاني وبينزل نقط البول لغايه لما المثانه البوليه تحت بتتجمع ولما المثانه البوليه هتتجمع منها البول اللي نازل من الكلى باستمرار كده هنفضي الكلى المثانه آه. لو اي جزء قفل الحالب ممكن يمنع البول ان ينزل بالشكل اللي نازل منهمر ده وبالتالي يحصل ايه؟ ارتشاح في حوض الكلى وارتشاح في حوض الماء. بس تعالى نبدا من مدام ناديه فرحات مرض بطانه الرحم المهاجره داخل المثانه البوليه نقدر نستاصل الورم بالكامل بالمنظار عن طريق البطن وجزء عن طريق المثانه البوليه تعالوا نشوف فعلا. مع بعض حاله مهمه في منطقه مهمه صعبه صعبه, صعبة جدا وانها لو قلنا انها فيري رير انها نادره لا ده تصل دلوقتي المثانه البوليه في مرض المسالك البوليه اكتر من 80% من الحالات بتبقى موجوده في المثانه اكتر من 40% من بطانه رحم المهاجره المتوغله موجود معاها مثانه بوليه من شكل اذا كان سطحي او بدات موجوده في العمق تعال نشوف. تعال نشوف مع بعض المثانه والرحم ده بقى على الحقيقه اه عادي جدا ودخلنا بمنظار البطن ادينا هنفك المثانه مدام آه ناديه دي عندها الام رهيبه وتشخصت على اساس انها ورم سرطاني في المثانه اتاخد عينه من الم... من منظار من المثانه في معهد القومي للامراء للسرطان وجات للمريضه وكان فيها بطانه رحم مهاجره لما اتاخدت عينه بمنظار المثانه جات المريضه ادي منظار البطن واحنا بنفك التصاق ما بين المثانة البولية وما بين الرحم فكينا الالتصاق نسرع شوية الحركة لو سمحت انا هنا هنعمل ما بين منظار البطن وما بين منظار المثانة البولية فكينا الالتصاق بالتدريج بنفك الالتصاق ما بين المرض بطانته رحم المهاجرة في المثانه البوليه العام البقره حجمها حوالي لا يقل عن نشوفها في الاخر حوالي 10 سم يعني 10 كبيره سنتي. كانت كبيره نديول كبيره بص المثانه البوليه بص النوديول دي كبيره 10 سم دي مساحه كبيره جدا لما لما بتيجي تعمل بطانه رحم المهاجره على المثانه البوليه لازم تكون عامل منظار مثانه ولازم تكون بص احنا مضلمنا هنا عشان نقدر نكتشف المرض واحنا عاملين منظار المثانه هو المضيء تحت أوه. ادي منظار البطن ومنظار المثانه في نفس التوقيت دكتور كريم عمر شغال بمنظار المثانه بيعمل هنا ايه هنا؟ بيعمل ديماركيشن بالاندو جوه بالاندوسكوب في منظار المثانه لغايه لما حددنا المرض داخليا بمنظار المثانه من خلال منظار البطن احنا كنا محددين عاملين ديماركيشن للمرض يعني ايه دي ماركشن حددنا المرض المكان الطبيعي والغير طبيعي احنا هنا بنعمل إيه كنا بنوقف بعض الأوعية الدموية اللي من المثانة إن احنا بنفتح المسانة أدي البروتون اللي مغطي المثانة أدي الفات أو الدهون اللي موجودة على المثانة بدأت هنا أفتح المسانة البولية وأستأصل الجزء المرض اللي موجود من المثانه بنعمل كاننا بنعمل بارشر سيستكتوم جزء من استئصال المثانه البوليه بالمرض نقلل السرعه نقلل السرعه عشان تبان الصوره لو سمحت المرض اهو شوف البقرة اللي هي موجوده على الناحيه اليمين اللي ماسكها دي أوه. شوف المرض كبير قد ايه بنقدر احنا محددين ما بين الجزء المصاب من المثانه البوليه احنا دلوقتي بنتكلم على مرض اهو بطانه الرحم المهاجره في المثانه البوليه بعيد عن بطانه الرحم المهاجره اللي في المبيض بعيد عن بطانه المثانه بطن الرحم المهاجره اللي موجوده في الحوض اللي موجوده على المستقيم اللي موجوده على الروابط العجزيه لا بنعرض النهارده ادي احنا كده داخل المثانه البوليه ده فتحه مجرى البول ودي فتحه الحالبين هيبانوا دلوقتي يمين وشمال لما بنعمل بنعمل دبل جي بنحط دعامات موجودة تخش في المسانة عشان المفروض ما يكونش المرض قريب من من فتحة البول ب 2 سم والا هيعمل ستريكشر ويقفل الحالبين هيعمل ضيق هيعمل ضيق استأصلنا المرض وبعد كده الخياطة تماما بالمنظار ممكن نجر الحتة دي بنقفل زي أي نسيج تقدر تتعامل مع المثانة البولية طبعا تقدر تستأثر منها البطانه تراحل مؤجره طبعا تقدر تشخص المرض اتفقنا ممكن تشخصه بالسونار وممكن يهرب منك من السونار تشخصه بالام ار اي ولو كان اقل من 3 سم ممكن يهرب منك من التشخيص الام ار اي هو اعلى في تشخيص عن السونار وادق كمان عن المنظار المثانه لو لو كان المرض انترميديات يعني ما, ما عملش اختراق كامل للمثانه البوليه وصل للمكوزة ممكن ما تشوفوش بمنظار المثانه ادي المشوف قد ايه وبعد كده بنطلعه برمورسريتور فرمناه وطلعناه بتاع الأو اه بتاع الورم الليفي اللي طلعنا منه اهو الورد عشان ما نفتحش فتحه كبيره وبنعمل انسبكشن للبطن كلها ونشوف اذا كان في مالتي فوكال يعني هل فيه بطانه رحم مهاجره موجوده في اماكن اخرى غير المثانه البولين <applause> يبقى هنا احنا بصدد دي اول حاله من حالات بطانه رحم المهاجره الموجوده في المثانه البولين انت نورتنا الله وسعدت بهذه الزياره سعاده غامره وفي النهايه رساله اسمعها منك انت اللي هتختم النهارده لجمهورك والله عاوز اقول ان احنا على الدرب مع بعض وعاوز اقول ان لسه الطريق طويل لمعرفه الحقيقه الكامله لمرض مثل بطانه الرحم المهاجره بابعاده الحقيقيه بمدى انتشاره بمدى تعمقه بمدى خطورته بمدى الوعي المفروض بمدى حرصنا على بناتنا بجد ان احنا بيتر كيور أو البريفنشن بيتر ذان الوقاية خير من العلاج، والوقاية دائما لا تأتي إلا إلا بالمعرفة. ومن يتقي الله يجعل له مخرجا، ده حتى اتقاء الله وقاية عشان الإخراج. أه. يعني اتقاء الله كأنك تقي نفسك من التقية، أنك يبقى في جزء من الوقاية. لكن لما ربنا يقول وذلك أقرب للتقوى. التقوى هنا مش معناه انه تقي يعني طيب او انسان ورع فقط ولكن ياخد كل اسباب الوقايه من الوقوع في المشاكل حتى في علاقته بالاخرين او بالمرض. الحقيقه انت نورتنا واسعدتنا ويعني يعني فعلا استفدنا استفاده كبيره جدا من هذه ال... ودائما مبدع ودائما متجدد وعندما اظن ان احنا وصلنا الى ذكر تفصيل عميق جدا لمثلا لمرض ما دائما بتبهرني في اللقاء اللي بعديه وبتجيب لي حاجه جديده للغايه عايز اقول حاجه مهمه جدا اسعدني جدا جدا حواري مع طيور مهاجره مصريه اسعدني حواري جدا مع سيده فاضله عظيمه جدا مصريه تعيش في المانيا حقيقه اسعدتني جدا بحوارها واستماعها لينا لقاء مع صديق في هولندا استاذ ابراهيم لقاء مع صديقي في امريكا الاستاذ الياس الناس دي بتتفرج علينا وبتفرج علينا بجد بي 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 وأسعدني جدا إحساسهم وهم لي إن احنا بنبقى مبسوطين جدا وإحنا بنقدمكم للأمريكان أو الهولنديين أو الألمان على إن دول هم المصريين الحقيقيين خليكوا دايما مع المصريين الحقيقيين وخليكوا دايما مع الدكتور نظمت مؤسسة القلب والشرايين احتفالية بيوم القلب العالمي بالتعاون مع معرض صحة أفريقيا أفريكا هيلث أكس كون ورعاية وزارة الصحة والسكان المؤتمر تضمن مناقشات بين خبراء في السياسات الصحيه وحوارات للحديث عن التحديات التي يعاني منها قطاع التدريب الطبي وكيفيه حلها فضلا عن استعراض نتائج بعض المبادرات الصحيه وبحث مستقبل مصر مع افريقيا والابتكارات المطلوبه في مجال القلب والشرايين كما وجه المؤتمر رساله لشباب الاطباء بضروره الاهتمام بالمريض والاطلاع الدائم على ما هو جديد وحضور المؤتمرات العلميه والتركيز على التدريب والبحث العلمي واعلن المؤتمر عمل منصه الكترونيه شامله لكل العاملين في المهن الصحيه بالهيئه تتضمن برامج تدريبيه بالتعاون مع ثلاث منصات عالميه متخصصه في مجال التدريب الطبي واستعرض المؤتمر اهدافا تنمويه عديده لمصر في مجال الصحه وهي تطبيق نظام التامين الصحي الشامل والرعايه الصحيه والمبادرات الرئاسيه وخفض المشاكل الصحيه والكشف المبكر عن بعض الامراض منها امراض القلب والاوعيه الدمويه. جزء المؤسسه دي لها دور كبير ما بين يعني امراض البيشنس وما الدكاتره والكونكشن مع العالم كله والابحاث. احنا الجزء الاولاني بتاع الدكاتره احنا عندنا الكارديو اليكس اللي هو البيج ميتنج بتاعنا وبعدين في اربعه لخمسه ميتنج كبار في مجال هبوط القلب او الدهون دهون السكر والقسطره. الجزء الثاني ان احنا بيبقى في ريسيرش جرانس عندنا جرانتس بتبقى للدكاتره سواء بقى عن طريق ناس من الامارات دكتور محميد في في حاجه باسمي وواحد ثاني باسم دكتور عادل بنا السمومات يبقى دول دول الجرانتس دي بتدخل الشباب الاطباء عشان يعملوا مشاريع بحثيه داخل مصر الجزء بقى المهم دلوقتي اللي عيانين احنا شغالين فيه كويس قوي اللي هو البيشنت البيشنت ديت اللي هو الناس اللي يعني المفروض يوصل لهم يوصل لهم عن طريق تجمع كبير او تجمع صغير سواء بقى في احنا في اسكندريه يمكن عملنا في المكتب اسكندريه قوات البحريه عملنا في النوادي عملنا في الاكاديميه عملنا في الشارع الباسز لدكاتره صغيره بتلف الناس وتشرح لهم بفلايرز داخلين في مع بتعاون مع شركات ادويه عن طريق الدهون نوصل مثلا حمله 55 اللي هي بتاعت الدهون كثافتها قليله، حملات تانية زي ان هي للضغط وجود عدد القلب يعني حملات كتير جدا بتوصل لهم عن طريق الواتساب او في السوشيال ميديا او عن طريق ان احنا بنوصل لهم دايركت فيس تو فيس. ده اللي احنا بنعمل بيه ده ده غير ان احنا كان عندنا يعني حاجه اسمها ستاند فور لايف من زمان انا كنت قايم بيها وبعدين بنكمل عليها في حاجه تانية بنعملها اسمها جاتي اللي هي البروتوكولات مع الامريكان الامريكان بحيث ان توصل لاماكن القسطره ان هي كواليتي كنترول القصه دي اخر حاجه اهل علاقنا علاقتنا بقى, بقى دلوقتي مع افريكا هيلز ان مؤتمر كارديو اليكس يمثل المؤتمر الكبير هو لكارديو لافريكا هيلز في القلب ودي حاجه شهاده كويسه حقيقه للدوله ان الدوله افريكا هيلز تحت رعايه رئيس الجمهوريه ويختارت كارديو اليكس بالسي بي في ريب فاونديشن وبناء عليه احنا ادينا دور كبير قوي مع افريكا هيلث ان احنا بننشط العلاقه الاطباء سواء تمرين او سواء نشر علمي فيرتشوال او فيزيكال او هم بيجوا في مؤتمراتنا زائد ان احنا بنساعدهم ان هم في نشر الوعي داخل افريقيا. الحقيقه هو النهارده احنا بنحضر يوم القلب العالمي والايام اللي بتتعمل تحت هذا المسمى سواء للقلب او للصدر او لاي تخصص ليها أهداف مهمة جدا الهدف الأولاني هو هدف وقائي يعني طبعا أمراض القلب بتزيد وبتزيد في العالم كله وليها أسباب معروفة من ضمنها السمنة من ضمنها التدخين من ضمنها استخدام بعض الأطعمة غير الصحية عدم عمل مجهود رياضي فالحقيقة إحنا هدفنا في مصر التنمويه في موضوع الصحه هو وتطبيق نظام التامين الصحي الشامل والرعايه الصحيه بالمبادرات الرئاسيه الممتازه هو ان احنا نخفض المشاكل الصحيه ونكتشف مبكرا بعض الامراض من ضمنها امراض القلب والاوعيه الدمويه الامراض المزمنه زي الضغط والسكر اللي هي تؤدي الى مشاكل القلب ومشاكل الكلى فالحقيقه الخطط القوميه التي تطبق حاليا لرعايه الانسان المصري بتشمل خطط وقائيه للحد من الامراض ده جزء باتباع الاساليب الصحيه السليمه الحد من المخاطر زي التدخين وزي السمنه والحاجه الثالثه هو الكشف المبكر عن الامراض بحيث ان احنا نقلل تدعيات هذه الامراض ومضاعفاتها على الصحه العامه وعلى الانسان في مصر فالحقيقه هذا المخطط للوقايه والعلاج المبكر وتقليل تداعيات المرض في منتهى الاهميه في الخطط الصحيه المصريه المستقبليه. يضاف الى هذا توفير اماكن التشخيص المبكر والعلاج السريع والتدخلات الطبيه لكل المرضى باسرع ما يمكن حتى نقلل من اي مضاعفات ممكن تحصل وهذه التدخلات الحقيقه او التدخلات بتكون بطريقه امنه جدا وتقلل من اي مخاطر او متاعب على المريض فالنهارده هو يوم من الايام اللي بنرعى فيها او ترعى فيها مصر الرعايه الصحيه وتقلل من مشاكل ومخاطر الامراض سواء في القلب او الرئتين او الكلى او اي جزء من صحه الانسان شكرا جزيلا الحقيقه النهارده الندوه دي مهمه بخصوص اليوم العالمي للقلب اللي بيحتفل بيه جميع المؤسسات العلميه في العالم كله مش في مصر فقط وبيبقى فيه مظاهره علميه في كل انحاء العالم احتفالا بيوم القلب العالمي. النهارده انا هتكلم على اهميه التعليم الطبي المستمر في رفع كفاءه الاداء الطبي في مصر وفي الدول العربيه والعالميه عامه. الحقيقه التعليم الطبي له ثلاث اتجاهات الاتجاه الاولاني نحو الطبيب نفسه ان الطبيب احنا عندنا ابحاث كل يوم بتظهر مش كل ساعه وكل ساعه ساعه تظهر ابحاث لابد الطبيب يبقى بعد تخرجه وبعد حصوله على التخصص لابد كمان انه يبقى مطلع وظيفه التعليم الطبي المستمر انها تستمر في هذا المجال بتوجه الطبيب الى احدث ما وصل اليه العلم وبالتالي ده ينطلق للاتجاه الثاني وهو المريض ان المريض حياته, حياته يعني نقدر نوفر له أحدث ما وصل إليه العلم من ناحية الأدوية المساعدة من ناحية نظام التغذية من ناحية العلاج من ناحية أنواعية الرياضة اللي يعملها المريض خاصة المريض القلب الاتجاه الثالث المهم كمان هو الترخيص العالم كله دلوقتي بيتجه أن بعد ما الطبيب ياخد ترخيص مزاولة المهنة بعدد معين من السنين لابد أن هو يحصل على إعادة للترخيص ده من خلال ما نطلق عليه الساعات المعتمدة الساعات العلميه المعتمده من حضوره في المؤتمرات وحضور الندوات والورش العمل المختلفه من خلال ده نضمن ان الدكتور اللي خد ترخيص واضح لمساولة المهنه ان هو بيستمر في التعلم ويستمر في تقديم الخدمه على اعلى مستوى النقطه بقى اللي انا عايز اوضحها ان احنا بصدد تشكيل لجنه عليا لتقييم المؤتمرات العلميه المختلفه وبالتالي تحديد ساعات العمل المعتمدة أو ساعات الحضور المعتمدة في المؤتمرات دي لأن في مؤتمر تقريبا كل أسبوع مش معنى كده المؤتمر ده المستوى العلمي يرقى إنه ياخد ساعات معتمدة ثم ما هي عدد الساعات المعتمدة المطلوبة للطبيب عشان يترقى عشان يتطور عشان نقدر نجدد له رخصته إن شاء الله الندوة دي هتناقش حاجات كتير قوي من ضمنها التعليم الطبي المستمر اللي من غيره لا يمكن المنظومة الطبية في مصر وفي العالم تتطور إحنا هنا النهارده اليوم عشان نحتفل بيوم العالمي لامراض القلب آه وبيشرفنا طبعا إن في جمع كبير من رجال الدولة والناس للتوعية وللاحتفال هي ندوة توعية برضو عشان نوعي الناس بأمراض القلب آه وحضرتك كنت بتسألني يعني ليه كثير من الشباب حاليا بيصابوا بأمراض القلب يعني ده السؤال اللي هنجاوب عليه النهارده هو طبعا الملاحظ في الفترة الأخيرة أن سن الإصابات بأزمات القلب اللي هي, اللي هي جلطة الشريان التاجي والذبحة الصدرية نزل معدلها كانت زمان المعدل المعروف ما بين 50 و 60 دلوقتي بقى بنشوف ما بين 30 و 40 مع الأسف صحيح مش كتير قوي لكن بقينا بنشوف وبقينا بنشوف في الأربعينات كتير قوي ليه الإصابة بقت متزايدة كده وخصوصا كمان في الشباب الناس ما, ما بتتشخصش بسهوله لان الدكاتره والوعي بيقولوا انه ده بعيد عن القلب. ليه الاسباب هنتكلم في اسباب هي اسباب كثيره منها رقم واحد طبعا كثره التدخين التدخين بقى بشده ما بين الشباب الوعي الصحي في الحته دي مش 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 كافي بصراحه الواحد بيشوف كثير جدا من الشباب. يعني التدخين سواء بالتدخين بالسجاير او الشيشه كتير من القهاوي انتشرت قوي ودي برضه يعني الناس قاعدة على القهاوي مش زي بره بره الناس بتقعد على القهوة تشرب عصير تشرب حاجة تجدد نشاطها نص ساعة لا احنا هنا كثير من الناس بتقعد تتفرج على الماتشات تقعد مدة طويلة في القهوة مع الصحبة كثيرة فدخان في دخان بصراحة معدل التدخين متهالي عالي جدا 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 وده متهالي رقم واحد في تبكير الإصابة هنا بالنسبة للمؤسسة العلمية للقلب والشرايين مؤسسة هي بتهدف أولا لتوعية المرضى عن مرض القلب ده بيتم عن طريقين، أولاً إن إحنا بنوعي الأطباء بنعمل ندوات علمية دايماً لإرتفاع والإرتقاء بمستوى الأطباء، الندوات العلمية ده هي بنقول لهم المستحدث في أمراض القلب والأوعية الدموية، بنعلمهم الإرشادات الحديثة اللي بتصدر كل سنة من جمعيات القلب في أوروبا وأمريكا وده مهم جدا ارتفاع بمستوى الاطباء لان ده هينعكس على مستوى الخدمه للمرضى اما بالنسبه للمرضى فاحنا بنعمل حملات توعيه يعني انا بنروح الانديه بنروح تجمعات الناس بنقعد معاهم بنسمع اسئلتهم بنجاوب بنوعيهم بالعوامل الخطوره اللي تؤدي لمرضى القلب زي التدخين والسمنه عدم ممارسه الرياضه الاهمال ارتفاع ضغط الدم السكر كل ده مهم جدا كمان عندنا المؤتمر السنوي آه اللي بنعمله في اسكندرية آه في عندنا آخر يوم في المؤتمر ده مخصص للمرضى اللي احنا بنعمل يوم رياضي بيجوا الصبح بنعمل رياضة معهم بنمشي على الكورنيش وبعدين بنقعد معاهم في مكتب اسكندرية آه بندي محاضرات توعية وبنسمع الأسئلة بتاعتهم وبنجاوب عليها بقدر الإمكان احنا يمكن بولينجر انجلهايم كشركة رائدة آه في مجال الصناعات الدوائية آه ندعم أي المجتمع بنشتغل فيه وبنبذل قصارى جهدنا لعمل مبادرات جديدة تفيد وتغير من حياة المرضى يمكن انا النهاردة بالنسبة للقلب ومؤتمر كبير عن القلب واليوم العالمي للقلب أنا النهاردة هتكلم عن أهم مبادرتين موجودين المبادرة الأولانية إن هايم كانت بتسعى إنها ترفع كفاءة علاج الفشل قصور القلب وبالتالي مضينا مذكرة تفاهم مع شركة روش عشان عمل مبادرة اسمها كيب ذا بيت أو جعل القلب ينبض على أقصى وقت كيب ذا بيت انيشيتيف أو مبادرة كيب ذا بيت هي مبادرة بتهتم أول حاجة برفع كفاءة الكادر الطبي كله من الأطباء وعمل بروتوكولات لإنشاء عيادات مخصصة لعلاج قصور القلب اللي هي الهارت فيلير كلينيك يمكن احنا تعاوننا مع اكبر جمعية القلب في مصر ومع أكبر الجمعيات العالمية عشان نعمل بروتوكول خاص لمصر اه وبرده بالاضافة لكده لتدريب الأطباء على كشفية العلاج المبكر لقصور القلب. تاني حاجة كمان إن احنا بنساعد على اه التثقيف والتوعية للمرضى اللي عندهم اه اه القصور القلبي اه وده برده عن طريق عمل اه ندوات كتير جدا وعن طريق السوشيال ميديا وعن طريق المنصات الموجودة لازاي المريض ده يقدر يتعايش مع المرض وازاي يحافظ على نفسه ويحافظ على صحه قلبه. بالاضافه اخيرا لتدريب الممرضين والممرضات والمحاوله ان احنا نديهم اعلى الشهادات العالميه في علاج قصور القلب. فده كانت اول مبادره عندنا، المبادره الثانيه ودي كانت مبادره مهمه برده عشان خاطر كان فيها تعاون ما بين جمعيه القلب في مصر وجمعيه القلب في كينيا وجمعية القلب في نيجيريا يمكن المبادرة دي كانت بتهتم وبتغطي تقريبا معظم الصيادلة اللي موجودين في مصر وفي كينيا وفي نيجيريا وده عن طريق تعاون كبير جدا مع اليو بي اي هنا في مصر وحدة الشراء الموحد في مصر ان احنا ازاي ندرب الصيادلة في مصر وفي كينيا وفي نيجيريا على علاج مرض القلب يمكن دي حاجة جديدة برضو أول مرة بنقدمها وده عن طريق ست شهور كاملين عملنا فيهم ندوات تثقيفيه لجميع الصيادله على جميع تفاصيل علاج مرض القلب. والله هو احدى مهام شركه اكسباند هي الحملات التوعويه ويمكن ده كمان تماشيا مع مع رؤيه الدوله ومبادرات الدوله لتحسين صحه المجتمع والشعب المصري يمكن احنا ككثافه سكانيه او كعدد احنا عددنا كبير جدا وده ساعات بيبقى عائق للثقافه الطبيه و... و... وإنه ال... ده بي... بيخلي فيه أمراض كثيره تنتشر وحالات معقده تبتدي تظهر فمن ضمن أهداف شركه إكسباند إن احنا ننشر التوعيه الصحيه في المجتمع المصري وده من خلال حملات توعيه بنعملها كثيره جدا للمجتمع المصري سواء في أماكن تجمع زي الجامعات زي المصانع زي النقابات وحملات اخرى كتيره جدا في جميع التخصصات بالذات في الامراض المزمنه زي مرض القلب والسكر والسمنه وحاجات تانية كتير من ضمن ادوارنا ان احنا نملئ الفجوات ما بين مقدمي الخدمات الصحيه وما بين المجتمع او الشعب المصري نقرب المسافات لانه في اوقات كثيره انا ببقى محتاج اسال سؤال بسيط اعرف معلومه بسيطه مش لدرجه ان انا انزل مستشفى او اروح عياده فده بيوفر للمجتمع وسيله سهله شويه للتواصل مع مقدمي الخدمات الطبيه والتثقيف الصحي للمجتمع يعني علشان نحسن صحه المجتمع شويه